بعد كده نيجي على السيريبيلم. لو بصينا على السي ان اس قلنا هينقسم الى برين وسباينال كورد. لو بصينا على البرين من ورا هنلاقي ورا وتحت المخ في مخ صغير كده اسمه المخيخ اللي هو السيريبيلم. والسيريبيلم زي المخ مكون من تو هيمسفيرز، تو سيريبيلر هيمسفيرز، ودايما تو سيريبرال هيمسفيرز متوصلين ببعض بحاجه اسمها الكوربس كالوزم. فالتو سيريبيلر هيمسفيرز متصلين ببعض بحاجه اسمها الفيرمس، فيرمس. وزي ما السيريبرال هيمسفير متقسمه للوبس، السيريبيلر هيمسفير ايضا متقسمه للوبس اللي هما الانتيريور لوب والبوستيريور لوب والفوليكيولو نودولار لوب، ودول ليهم اسامي تانيه. فالانتيريور لوب اسمه باليو سيريبيلر والبوستيريور لوب اسمه نيو سيريبيلر. نيو يعني نيو جديد متخلق في الامبريولوجي في الاخر. والفوليكل نودولار اسمه اركي سيريبيلر، واركي يعني قديم يعني متخلق في الامبريولوجي في الاول. تقدر تقول من قدام لورا بان باليو نيو اركي. لو جينا خدنا سيكشن في السريب في السيريبيلر هيمسفير هنلاقيها شكلها عامل كده، ده مقطع او طولي ساجيتال سيكشن في السيريبيلر هيمسفير مكون طبعا من نيورونز. طيب النيورونز سيل بوديز وفايبرز، ربنا حاطط السيل بوديز فين وحاطط الفايبرز فين؟ زي السيريبيل زي السيريبرم بالظبط، حاطط السيل بوديز في البريفري عامله لي جري ماتر، يبقى جري ماتر في البريفري، وبالتالي تسمى السيريبيلر كورتكس اي القشره المخيخيه. اهي سيل 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 بادز، وطالع منهم وداخل فيهم فايبرز في السنتر بتاع السيريبيلر هيمسفير يمثل الوايت ماتر. الفايبرز اللي موجوده في الوايت ماتر دي جايه بعد كده متقسمه لثلاث مجموعات عاملين ثلاث أحبال من الفايبرز. حبل يعني بيدانكل، صح؟ التيومر تعرفين التيومرز، في تيومر بيدانكيوليتد يعني له حبل، وسيسايل ملوش حبل، فكلمة بيدانكل يعني حبل. فمتقسمة لثلاث أحبال سوبيريور وميدل وإنفيريور سيريبيلر بيدانكلز، وظيفتهم إن هم الإنتر كونكت السيريبيلر كورتكس بالاجزاء الاخرى من النيرفس سيستم زي السيريبرام والبرين ستيم. طيب ده التشريح بتاعه. طيب ايه البلاد سبلاي بتاعه؟ طبعا ادي السيريبيلر هيمسفير وادي السيريبيلر هيمسفير. البلاد سبلاي بتاعه طابع برضه من الفيرتبرو بازيلر سيستم، من الفيرتبرو بازيلر سيستم. ثلاثة ارتريز لكل هيمسفير اللي هم سكة ومكة وبايكا. ثلاثة سيربيلر ارتريز، سيربيلر ارتري، سيربيلر ارتري، سيربيلر ارتري. الفوقاني اسمه سوبيريور والوسطاني اسمه ميدل والتحتاني اسمه انفيريور. يبقى سكة ومكة وايكة، بس الانفيريور هو بوستيريور في نفس الوقت، بوستيريور انفيريور فتسمى بايكة، سكة ومكة وبايكة. السكة طالع من البازيلر ارتري والمكة طالع من البازيلر ارتري والبايكة طالع من الفيرتبرال ارتري. ده البلاد سبلاي بتاعه.
وظائف السيربيلم. الاركي سيربيلم غير النيو سيربيلم غير الباليو سيربيلم. الاركي سيربيلم مسؤول عن الاكوليبريم، التوازن. النيو سيربيلم مسؤول عن الكوردينيشن، التنسيق بين العضلات. الباليو سيربيلم بيستيميوليت المسل تون. ايه ده؟ اول مره نقول بيستيميوليت. ليه؟ لان وظيفه التون تو كيب ذا بودي بوستشر. طب والايكوليبريم وظيفته ايه؟ تو كيب ذا بودي بوستشر، توازن. وبالتالي التون يساعد السيربيلم في وظيفته ولا لا؟ بيخدم عليه في وظيفته ولا لا؟ فيعمل له ستيميوليشن. لكن التون كان بيعاكس البيراميدال في وظيفته اللي هي الفولنتري موفمنت، كان بيحجر الايد كده ويعاكسها، فعشان كده البيراميدال والاكسترا بيراميدال كانوا بيتعاملوا مع بعض تو انهبت المسل تون، لانه كان بيضايقهم في وظيفتهم. لكن هنا التون بيساعد السيربيلم في وظيفته اللي هو البادي بوتش، وبالتالي بيعمل له ستيميوليشن. بس مين بقى اني جزء في السيربيلم اللي بيعمل ستيميوليشن للتون؟ الباليو سيربيلم. طيب ازاي الاركي سيربيلم بيعمل ايكوليبريم ولما ينضرب يجرى ايه؟ وازاي النيو سيربيلم بيعمل الكوردينيشن ولما ينضرب يجرى ايه؟ تعالوا نفهم النقطه دي. ازاي الاركي سيربيلم بيعمل الايكوليبريم؟ دلوقتي انا عندي القلم ده احطه كده من غير ما يقع، وقع برضه، وقع طيب نجيب الفرشه دي نحاول نوقفها، دي بتقع بتقع. طب السؤال، طب ما انا زي القلم وزي الفرشه اهو، ما بقعش ليه؟ ليه ما بقعش؟ طيب تعالوا نتخيل لو انا ما عنديش ارك سيربيلم، لو انا ما عنديش ارك سيربيلم ايه اللي يحصل؟ هبتدي زي القلم او زي الفرشه اقع. فلما اقع يحصل تغير في البوستشر بتاعي ولا لا؟ يحصل تغير في البوستشر بتاعي. ابتدي انا الاحظ ان البوستشر بتاعي بيتغير، فاخد قرار ارادي بالبيراميدال ان انا كونتراكت العضلات عشان تعدلني، مش كده؟ هنا عندي كذا مشكله. اول مشكله اني على ما اخد القرار الارادي هكون وقعت مسافه كبيره، فيكون النتيجه كده. واعدل نفسي، هقع على الناحيه الثانيه، واعدل نفسي، هقع على قدام، واعدل نفسي، هقع على ورا، واعدل نفسي. فطبعا طول ما انا واقف هقعد اعدل نفسي، هلاقي نفسي عمال اتمطوح. النقطه الثانيه اني مش هعمل كونتراكشن للعضلات بالظبط على قد اللي انا محتاجه، ممكن اعمل اقل من اللي انا محتاجه او اكتر من اللي انا محتاجه، لاني باخد قرار ارادي انا اللي بقدره، مش كده؟ وممكن ما يكونش في نفس الاتجاه اللي انا محتاجه كمان، لاني بعمله بطريقه اراديه انا اللي بقدرها. عشان كده تلاقيني طول ما انا واقف عمال اعمل نفسي كده، ده البيراميد اللي يعدلني كده. انما لو انا بقى عندي ارك سيربيلم، الارك سيربيلم يعمل ايه؟ مجرد ما هقع اقل من جزء، او مجرد ما هنحرف او البوزيشن بتاعي يتغير او ابتدي اقع اقل من جزء من 100 او من 1000 من الملي، الديب سنسيشنز بتاعتي اللي هي السنس اوف بوزيشن هتحس، والفيجن عينيا هتحس، والسيمي سيركلر كانالز اللي مسؤول عن الهيد بوزيشن هتحس. ففي لحظه
تبعت للارك سيربيلم تعرفه مقدار الديفيشن اللي حصل في البادي بوستشر قد ايه، كام جزء من الملي، اتجاهه ايه، وبسرعه جامده جدا يقوم السيربيل الارك سيربيلم يبعت ايفرنت على طول لعضلات لفايبرز معينه من عضلات معينه ترجعك تاني اولا بسرعه قبل ما تقع مسافه كبيره، وعلى مقدار الديفيشن بالظبط، وعكس اتجاه الديفيشن بالظبط، يعني بالملي، فما تلحقش تقع، هتقع في اتجاه تاني يقوم رايح للارك سيربيلم وراجع، فانت ما بتلحقش تقع. ليه؟ لان على طول في معلومات عن البوستشر بالديب سنسيشن وبالفيجن وبالسيمي سيركلر كانالز اول باول بتدي الارك سيربيلم، والارك سيربيلم يرجع بسرعه جدا قبل ما يكون حصل انحراف في جسمك مسافه تذكر، فتلاقي نفسك طول الوقت متزن. اضرب بقى الارك سيربيلم، نعمل حاجه اسمها اركي سيربيلر اتاكسيا، ايه النتيجه؟ انك مش هتقدر تتوازن، هتبتدي تعدل في نفسك، اسمها ايتيوبيشن او ترنح او ترانك الاتاكسيا، ده وانت واقف على رجليك الاثنين. طب تخيل لو انت بقى واقف على ايد واحده، على رجل واحده، هتقول لي وانا ايه يا دكتور اللي خليني اقف على رجل واحده؟ انت ماشي، وانت ماشي بتبدل على الرجل دي مره وعلى الرجل دي مره، على الرجل دي مره، ده كده هتقع 1000000%. القلم او الفرشه عشان ما تقعش بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها وايت بيس، وايت بيس خشب كده ونثبتها فيها اهو، انت عشان ما تقعش وانت ماشي بتبعد رجليك عن بعض، تعمل حاجه اسمها الوايد بيز جيت، وايد بيز جيت، ومع ذلك ما تقدرش تظبط المشيه كويس، تبقى ماشي زي السكران، فيسموها درانكن جيت او ستاجرنج جيت. طبعا كل ما الليجن كان اشد كل ما احتجت تبعد رجليك اكتر، وكل ما الليجن كان اقل كل ما احتجت تبعد رجليك اقل، لدرجه ان لو مايلد ليجن قوي الفتحه الطبيعيه ما بين رجليك تكفي، فما يبانش عليك ان انت عندك ارك سيربيلر ليجن. طب وتفقسه ازاي ده؟ تعرفه ازاي؟ صعبها بقى، قول للعيان امشي على ستريت لاين، على خط واحد، هنا بقى ما يقدرش، ويسموا دي تاندم جيت، مش تندم، تاندم. فيقول لك ايه هي الايرليست ساين لللوست ايكوليبريم؟ قول له انه ما يقدرش يمشي على خط مستقيم اللي هو تاندم جيت. طيب تعالى بقى على لو ضربنا النيو سيربيلم هيحصل مشكله في الكوردينيشن. ايه هو الكوردينيشن؟ الكوردينيشن هو التنسيق بين العضلات المتعاكسه، التنسيق بين العضلات اللي عكس بعض. البيراميدال ده سيستم ارادي، والاراده لا تتناقض، فانت عايز تتني كوعك هتدي اوامر للفليكسوس، عايز تفرد كوعك هتدي اوامر للاكستنسوس، مش كده؟ عايز تعمل فليكشن للهاند هتدي اوامر للفليكسوس، عايز تعملها اكستنشن هتدي اوامر للاكستنسوس. فتخيل لو انا البيراميدال ادى اوامر للفليكسوس هتنيها ازاي؟ كده. طب للاكستنسور هفرضها ازاي؟ كده. طب الهاند هتتني كده، تتفرد كده، والحركات دي بتبقى اوفر شوتنج وسريعه وقويه. فعلشان الحركه تبقى ناعمه وما تبقاش سريعه كده وامبالسيف، فلازم افرملها بالعضله المقابله، ودي وظيفه النيو سيريبيلم، الكوردينيشن، التنسيق بين العضلات المقابله. فلما احب احط صباعي على مناخيري مثلا هدي اوردر للبايسبس، في نفس الوقت هنسق وادي اوردر للترايسبس تفرملها وهي رايحه، فالحركه تبقى ايه؟ بقدر اتحكم فيها. فلو انا ما عنديش الاركي، ما عنديش النيو سيربيلم ده، يعني ما فيش تنسيق ما بين العضلات اللي عكس بعض، مش هقدر اشغلهم الاثنين مع بعض، هعمل ايه؟ هعمل فليكشن،
هعمل كده، هقوم خالع عيني او اجيبها على مناخيري او اجيبها في حته تانيه غير اللي انا رايح انشن مصباعي عليها. طب اعمل ايه؟ انا مش عارف اشغل الاثنين مع بعض ومش عارف انسق ما بينهم. اقوم اديهم بالتبادل، مره بايسبس مره ترايسبس، مره بايسبس مره ترايسبس، فالنتيجه ان الحركه في ايدي عامله كده. فيها تحليل، يسموا الحكايه دي دي كومبوزيشن اوف ذا موفمنت، تحليل للحركه، لاني مش عارف اعمل كوردينيشن ما بين العضلتين اللي عكس بعض فاديهم بالتبادل. دي كومبوزيشن. الدي كومبوزيشن اوف ذا موفمنت هو اللي يؤدي الى كل النيو سيريبيلر مانيفستيشنز، اللي هي واحد دي كومبوزيشن اوف ذا موفمنت وانا بنشن على اي اوبجكت، على اناخيري، على كراسه، على قلم، على زرار بتاع النور، ايدي وهي رايحه يحصل لها دي كومبوزيشن، فيظهر فيها حاجه اسمها كاينيتيك تريمرز. كاينيتيك تريمرز. لكن لو انا ما بنشنش على حاجه التريمرز دي مش هتظهر. ليه؟ لان اللي مش بينشن على حاجه معينه مش مضطر ان هو يظبطها، مش مضطر ان هو يفرملها بالعضله المقابله، مش مضطر ان هو يكوردينيت مع العضله المقابله عشان تفرملها. فلو انا بفرد ايدي وخلاص هعمله كده، لو انا باكستند الابر ليمب وخلاص هعمله كده، انما لو عايز اتني كوعي وخلاص هعمله كده. لكن لما اقول نشن على مناخيرك او نشن على حاجه معينه فطبعا مش هينفع اسيبها كده، لازم اكوردينيت مع العضله المقابله. طب انا ما عنديش كوردينيشن، ابتدي ادي اوامر للعضلات المتعاكسه بالتبادل فيحصل دي كومبوزيشن اوف ذا موفمنت اثناء الحركه المنشنه اللي انا بنشن بيها، فتتسمى انتنشن كاينيتيك تريمرز. مش كاينيتيك تريمرز وخلاص، مش تريمرز مع الحركه وخلاص، لا ده وانا بنشن تحديدا انتنشن كاينيتيك تريمرز. يبقى انتنشن كاينيتيك تريمرز عباره عن ايه؟ عباره عن دي كومبوزيشن للحركه. طيب قول عايز اعمل برونيشن وسوباينيشن ورا بعض كده. طبعا الحركه دي فيها كوردينيشن ما بين البرونيترز والسوباينيترز، قبل ما البرونيشن يكون خلص يكون السوباينيشن بدا. لكن لو انا ما عنديش كوردينيشن هعمل دي لوحدها ودي لوحدها بالتبادل، يبقى كده اقول له اعمل كده قال لي بيعمل كده، مش قادر ينسق ما بين العضلات العكس بعض فبيعمل كل واحده لوحدها، فيسموا الحكايه دي ديس دايادوكوكاينيزيا. فالديس دايادوكوكاينيزيا هي ما هي الا دي كومبوزيشن للرابيد برونيشن اند سوباينيشن. طيب قول للعيان امشي كويس، فمش عارف ينسق بين اليمين والشمال، فيشغل اليمين لوحدها الاول فيحذف لليمين، بعدين يشغل الشمال عشان يعدل نفسه فيقوم حادف على الشمال، فتلاقيه ماشي بحاجه اسمها زيج زاج جيت. فالزيج زاج جيت ما هو الا دي كومبوزيشن للماشي في ستريت لاين. قول للعيان بص لصباعي بعينيك، تلاقي العين وهي رايحه عماله تعمل كده نستجمس، فالنستجمس دي كومبوزيشن لحركه العين. قول للعيان قول خرج محمد من البستان ليشتري الفستان، هيقول لك خرج محمد من البستان ليشتري فستان. الصوت بيقطع، التقطيعه دي كومبوزيشن اوف ذا سبيتش، يسموها استكاتو سبيتش. استكاتو يعني متقطعه. لو قلت العيان شد على ايدي وسبت ايدك تفلت هيفرملها على طول لان العضله المقابله بتلحقها قبل ما تلبس وش، انما لو مفيش تنسيق مع العضله المقابله على ما تدي اوردر للعضله المقابله انها تفرمل ايدك هيكون ايدك لبست وشك، فده يتسمى ريباوند فينومينو. الريباوند ان شد على ايدي واسيبها تقوم لابسه في وشي، ده اسمه ريباوند فينومينو. فطبعا كل دي علامات ان مفيش تنسيق بين العضلات اللي عكس بعضها. ولذلك النيو سيريبيلر اتاكسيا، النيو سيريبيلر اتاكسيا عباره عن لوس اوف كوردينيشن، ويختصر في كلمه واحده وهي دي كومبوزيشن اوف ذا موفمنت، لاني مش قادر انسق بين العضلات اللي عكس بعض فبشغلهم بالتبادل. التبادل يؤدي الى تحليل للحركه دي كومبوزيشن اوف ذا حركه، والدي كومبوزيشن يؤدي الى الانتنشنال كاينيتيك تريمرز، الى الديس دايادكوكاينيزيا،
إلى الزجزاج جيت، إلى النستاجمس، إلى الاستكاتو سبيتش، ثم الريباوند فينومينون اللي أحد أسباب الريباوند فينومينون كمان الهايبوتونيا اللي بتحصل نتيجة ضرب الباليو سيربيلم. لما تضرب الباليو سيربيلم هتشيل ستيميليشن على التون فيحصل هايبوتونيا. افتكر فالسيربيلر اتاكس لوس اوف ايكوليبريم لوس اوف كوردينيشن هايبوتوني. طيب افرض ان انا عندي ديب سنسوري لوس، يعني مش قادر احس بالبوزيشن بتاع جسمي، السيربيلم هيعرف ازاي الوضع اللي انا فيه عشان يظبط الايكوليبريم؟ هيعتمد على الفيجن، هو اللي يقول له انت واقف او ماشي او تتحرك يمين او شمال. طب افرض غمض عينيه، هتقول لي هيعتمد على السيمي سيركلر كنات، مش كفايه لان دي بتحدد الهيد بوزيشن فقط. كويس، فيكون النتيجه ان العيان ده اللي عنده ديب سنسوري لوس لو غمض عينيه السيربيلم ما عندوش معلومات يظبط على اساسها الايكوليبريم، فتلاقي العيان يبتدي يتطوح ويقع. دي اتاكسيا برضه، بس مش سببها مشكله في السيربيلم علشان نسميها سيربيلر اتاكسيا، دي مشكله في الديب سنسيشن عشان كده بنسميها سنسوري اتاكسيا. خلاص. طيب نيجي على الكوردينيشن، انا بحط صباعي على مناخيري كده لاني حاسس بوضع ايدي. طب لو انا عندي سيربيلر اتاكسيا مش هعرف انشن صباعي على مناخيري، هيحصل فيها كاينتيك تريمورز. طيب افرض عندي ديب سنسوري لوس، يعني انا مش عارف مكان ايدي فين وانا بحركها، هضطر ابص لها وهي رايحه المناخير، هفضل ابص لها لحد ما تيجي على مناخيري. طب افرض غمضت، لا انا حاسس بالبوزيشن بتاعها ولا انا شايفها، في حاجه نشن على مناخيري مش هتيجي على مناخيري، مش هعرف. فتتسمى اتاكسيا برضو، بس مش سببها سيربيلر ديجن، سببها ديب سنسوري لوس، تسمى سنسوري اتاكسي. يبقى اذا الاتاكسيا لو حصلت وانا مفتح تبقى سيربيلر اتاكسي، لو حصلت وانا مغمض يبقى المشكله مش في السيربيلم، ده المشكله في الديب سنسيشن وتتسمى سنسوري اتاكسي. اما لو عندي مشكله في السيمي سيركلر كانال والفيستيبيول المسؤوله عن الهيد بوزيشن، فمجرد ما اتحرك وراسي مكانها يتغير السيربيلم مش عارف راسي راحت فين، فيبتدي يتطوح، تتسمى فيستيبيولر اتاكسي. فالفيستيبيولر اتاكسي تيجي مع الحركه، السنسوري اتاكسي تيجي مع ان بيغمض عينيه او النور يطفي عليه وهو ماشي، اما السيربيلر اتاكسيا تيجي وهو مفتح عادي. ادي المخيخ اللي هو السيربيلر، الاناتومي بتاعه، الهيستولوجي بتاعه، البلاد سبلاي بتاعه ساكا وماكو بايكا، ادي الوظائف بتاعته، ادي الليجن بتاعه يعمل ايه، وادي اللي يشبهه اللي هو السنسور اتاكسي او الفيستيبلر اتاكسي. ده السيربيلم. ادي بعد كده على مين بقى؟ احنا قلنا السيربرم، وقلنا البرينستيم، وقلنا السيربيلم، هاجي على السباينال كورد. كان نفسي تبقوا قاعدين قدامي، لان خلي بالكم التيتشر وهو بيشتغل بياخد وقود من النظرات اللي قدامه ومن تجاوبهم ومن هزه راسهم ومن تتنحهم، بياخد من ده كله يدفعه ان هو يعني يبقى المود بتاعه اعلى. بس انا متخيلك قدامي على اي حاجه. ناخد بقى مقطع في السباينال كورد. ادي بوستيريور وادي انتيريور.
ده مقطع في سيجمنت من السباينال كورد، وكل سيجمنت طالع منه سباينال نيرف شمال وسباينال نيرف يمين من خلال تو روتس، انتيريور روت وبوستيريور روت. ادي البوستيريور روت وادي الانتيريور روت. كقاعده عامه، كل ما هو انتيريور موتور وكل ما هو بوستيريور سنسوري، وقاعده قابله للاستثناء. وادي السنترال كانال اهي في النص. السؤال بقى، السباينال كورد ده معمول من ايه؟ اكيد معمول من نيورونز. طب ربنا رسم نيورونز دي ازاي؟ عكس السيريبرم والسيريبيلا، يعني عامل السيل بوديز في النص اللي هو الجري ماتر، وعامل الفايبرز في البريفري اللي هو الوايت ماتر. فالجري ماتر اللي معمول من السيل بوديز وافد شكل حرف الاتش. الجري ماتر واخد شكل حرف الاتش اهو، ده معمول من سيل بادز. وبالتالي له انتيريور هورن، وده اكيد وظيفته موتور، وبوستيريور هورن، وده اكيد وظيفته سنسوري، ولاترال هورن ده موجود في الثوراسيك والابر 3 لامبر بس مش في كل، وده وظيفته سيمباثيتك. ان احنا قلنا ان السيمباثيتك بياخد الثراسك والابر 3 لامبر فيسموه ثوراكو لامبر اوت فلو، بينما الباراسيمباثيتك بياخد من الكرينيال نيرفز زي 10 وزي 3 والسيكرال بليكسس فيسموه كرينيو سيكرال اوت فلو. الباراسيمباثيتك كرينيو سيكرال، السيمباثيتك اللي طالع من اللاترال هورن ثوراكو لامبر، الثراسك والابر 3 لامبر. بره في الوايت ماتر متكون من 3 كولمز، بوستيريور كولم وده في الاساس سنسري، لاترال كولم وده موتور وسنسري، وانتيريور كولم وده برضو موتور وسنسري. فتعالوا نبتدي شرح الجري ماتر الاول، وهبتدي بالانتيريور هورن. الانتير هورن ده جري ماتر، يعني مكون من سيل بادز ولا فايبرز؟ من سيل بادز. سيل بادي في الانتيريور هورن يبقى اسمها ايه؟ انتيريور هورن سيل، انتيريور هورن سيل. والانتيريور هورن سيل دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها اكيد موتور لانها انتيريور. طب مش السيل بادي دي لازم يطلع منها فايبر؟ الفايبر دي تمشي فين؟ في الانتيريور روت، ولذلك الانتيريور روت موتور. وبعدين يطلع بقى الفايبر في النيرف علشان يروح يدي مين؟ يروح يدي ماسل فايبرز، عشان يروح يدي ماسل فايبرز. اذا السيل بادي والفايبر عباره عن نيورون، وظيفته موتور ولا وظيفته سنسوري؟ وظيفته موتور. اذا هو موتور نيورون، تحت ولا فوق؟ في تحت، يبقى لور موتور نيورون. الله، امال الابر موتور نيورون اللي رايح له جاي له منين؟ جاي له من البرامدا زي ما قلنا. الحصه اللي فاتت. طيب نيجي بقى على البوستيريور هورن. التيب بتاع البوستيريور هورن، التيب بتاع البوستيريور هورن اسمه سبستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي. سبستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي دي جري ماتر، يبقى سيل بادي. السيل بادي ده اكيد له فايبر. الفايبر بتعمل ايه؟ تعدي الميد لاين وتطلع على فوق للثالاموس، تعدي الميد لاين وتطلع على فوق للثالاموس. طيب ده وظيفته ايه؟ وظيفته سنسري. ازاي؟ ادي الريسبتورز اللي بنحس بيها السوبرفيشال سنسيشن،
السوبرفيشال سنسيشن هي البين والتاتش والتمبريتشر. ماشي في دندرايت داخل جوه النيرف، ماشي في البوستيريور رود لان البوستيريور رود سنس، ينتهي خليه من النوع اليونيبولر اللي هي فايبر واحد داخل فيه دندرايت واحد وطالع منه اكسن واحد. الخليه دي خارج السي ان اس وبالتالي تتسمى جانجليون. بما انها موجوده على الدورسال رود فتتسمى دورسال رود جانجليون او بوستيريور رود جانجليون. يطلع منها الاكسون يمشي في الرود ويخش جوه الكورد، يطلع فيو سيجمنتس في حاجه اسمها ليزارز تراكت، ليزارز تراكت، ويروح يريلي او يساينابس مع مين؟ مع الخليه اللي في السبستنشال جيناتينوزا اوفرولاندي اللي الفايبر بتاعها بيعدي الميد لاين ويطلع للثالامس. الثالامس عباره عن خليه لان الثالامس ده عباره عن نيوكليس. الخليه دي ليها فايبر، الفايبر دي بتروح للكورتكس. الكورتكس ده عباره عن جري ماتر يعني مكون من خليه ملهاش فايبر. اني جزء من الكورتكس اريا واحد واثنين وثلاثه اللي مسؤوله عن اللوكاليزيشن بتاع الاحساس. وبالتالي السنسوري باث واي كده عباره عن ثلاثه نيورونز، فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون، بالاضافه للخليه الرابعه اللي موجوده في الكورتكس اللي ما اقدرش اسميها نيورون. الفيرست اوردر نيورون خليته في الدورسال روت جانجليون، دندرايتو جاي من النيرف، اكسونو ماشي في الروت. فيرست اوردر نيورون خليته فين؟ في الدورسال روت جانجليون، دندرايتو جاي من النيرف، اكسونو ماشي في الدورسال روت وطالع في الليزاورز تراك. السكند اوردر نيورون خليته في السبستنشال جيلاتينوزا برولاندي اللي في التيب اوف ذا بوستيريور هورن، فايبره معدي الميد لاين وطالع للثالاموس، حاجة اسمها spinothalamic tract، spinothalamic tract. الثيرد اوردر نيورون خليته في الثالامس، فايبره في الثلامو كورتيكال تراكت، الثلامو كورتيكال تراكت ده الثيرد اوردر نيورون. ثم الكورتكس ده خلية رابعة ملهاش فايبر موجودة في اريا واحد اثنين وثلاثة. انا بحس بالثالامس وبلوكالايز بالكورتكس، ما احسش الا لو الامبلس وصلت للثالامس وبلوكالايز للكورتكس. طيب هاجي بعد كده على اللاترال هورن. اللاترال هورن، اللاترال هورن ده جري ماتر ولا لا؟ جري ماتر. يبقى فيه سيل بادي، السيل بادي دي وظيفتها ايه؟ قلنا سيمباثيتك، موجودة في الثراسيك والأبر ثري لامبر بس. طب الفايبر بتاعه، الفايبر بتاعه اهو يخرج بس يخسارة قصيرة مش قادر يخش جوه النيرف، فلازم يسينابس مع خلية تانية ليها فايبر برضو يخش جوه النيرف عشان يدي البلود فيسلز بتاعة السكين وبتاعة المصل. اذا عندي هنا كوليكشن اوف سيل بوديز خارج السي ان اس، اذا دي عبارة عن جانجليون لانها خارج السي ان اس تعتبر جانجليون، سيمباثيتك جانجليون. الفايبر اللي طالع منها اسمه بوست جانجليونيك فايبر، والفايبر اللي داخل فيها اسمه بري جانجليونيك فايبر. هذه السيمباثيتك جانجليون بتانتر كونكت مع الجانجليون اللي طالع من السيجمنت اللي تحتها والسيجمنت اللي فوقها، وعامله لي حاجه اسمها سيمباثيتك تشين، سيمباثيتك تشين. ادي الجري ماتر اللي يهمني فيه. طيب نيجي بقى على الوايت ماتر. الوايت ماتر ايه ده؟ عباره عن ايه؟ بص هبتدي بالبوستيريور كولم. البوستيريور كولم عباره عن تراكتين، تراكت ميديال اسمه جراسيل والتراكت لاترال اسمه كيونيت.
دول مسؤولين عن الديب سنسيشن بتاع البادي. ازاي يمثلوا ايه؟ الريسبتورز السنسوري دي اللي انا رسمتها دي سوبرفيشال سنسيشن. طب افرض بقى ديب سنسيشن فايبريشن سنس ماسل سنس اي حاجه من دي، دي هتخش برضو الدندرايت ينتهي بالدورسال روت جانجليون ثم الاكسون، بس الاكسون بقى ما يطلعش في الليزاوز تراكت بتاع الفيرست اوردر نيورون، يطلع في البوستير كولم في الجراسيل اند كيونييت تراك. يبقى الجراسيل اند كيونييت تراك يمثل الاكسون بتاع الفيرست اوردر نيورون بتاع الديب سنسيشن والفاين تاتش. طبعا الجراسيل اند كيونييت تراك يمثلوا الاكسون، الاكسون اوف ذا فيرست اوردر نيورون بتاع الديب سنسيشن اللي يقابلها في السوبرفيشال سنسيشن اللي ظهر في التراك. طب يفضلوا طالعين لغايه فين؟ لغايه اللور اند اوف ذا ميدالا. هيريلي مع خليه السكند اوردر نيورون. خلايا داخل السي ان اس ات ذا لور اند اوف ذا ميدالا تعتبر نيوكلياي، يسموهم جراسيل اند كيونييت نيوكلياي. يبقى الجراسيل والكيونييت نيوكلياي دي خليه السكند اوردر نيورون. الفايبر بتاعها يعدي الميد لاين ويطلع للثالامس، والثيرد اوردر نيورون خليته في الثالامس، وان الثالامس للكورتكس والكورتكس اريا 2 و3 في الخليه الرابعه. يبقى اذا البوستيرير كولم يمثل الجراسيل اند كيونييت تراكت، جراسيل دي ميديال دي بتاعت الديب سنسيشن بتاعت اللور ليم او اللور هاف اوف ذا بادي، والكيونييت لاترال ودي بتاعت الديب سنسيشن بتاعت الابر هاف اوف ذا بادي. تمثل ايه في الباثوي؟ تمثل الاكسون بتاع الفيرست اوردر نيورون بتاع الديب وليس السوبرفيشال سنسيشن، تقابل اللي ظهر ذا تراك في السوبرفيشال سنسيشن. ده البوستير كولم. البوستير كولم بيشيل الديب سنسيشن والفاين تاتش. طيب تعال بقى على اللاترال كولم. مين اللي ماشي في اللاترال كولم؟ اللي ماشي في اللاترال كولم ده اللي طالع ده، مين ده؟ ده السباين ثلاميك تراك، اسمه السباين ثلاميك تراك. والفايبرز بتاعته متقسمه من جوه لبره كالاتي: سيرفايكال، ثوراسيك، لامبر، سيكرا. السيرفايكال اللي هو بتاع الابر نيم، ثم الثوراسيك بتاع الترانك، ثم اللمبر بتاع رجلين من قدام، ثم السكرال بتاع رجلين من ورا. ودي مسألة منطقية. ليه؟ لأن لو السيرفايكال أدي الفيرست أوردر نيورون بتاع السيرفايكال ثراسيك لمبر سكرال فيرست أوردر نيورون فيرست أوردر نيورون فيرست أوردر نيورون فيرست أوردر سيرفايكال ثراسيك لمبر سكرال، وأدي السبستانشا جيلاتينوزا جرولاندي أهي اللي هي السكند اوردر نيورون. الفايبر بتاعه بيعدي الميد لاين ويطلع للثالامس، حاجه اسمها ال سباينو ثلاميك تراك. بص السباينو ثلاميك تراك بتاع السيرفايكال اهو، الثوراسيك اهو، اللامبر اهو، السكرال اهو. يبقى منطقي ان الترتيبه من جوه لبره تبقى سيرفايكال ثوراسيك لامبر سكرا. سيرفايكال بتاع الابر ليمب هو اللي جوه، ثم الثراسيك بتاع الترانك، ثم اللامبر، ثم السكرا. ايه تاني موجود في اللاترال كولم؟ ايه تاني؟ البراميدال تراكت. البراميدال تراكت اللي هو نازل من اريا 4، اللي نازل من اريا 4، وده يمثل 80% من البراميدال فايبر. 80% من البراميدال فايبرز. خلاص؟ امال فين ال 20% الباقيين؟ ال 20% الباقيين موجودين في الفنترال او الانتيريور كولم. فده يتسمى كورتيكو سباينال تراك لانه جاي من الكورتكس من اريا 4 على السباينال كورد، وده برضه يتسمى كورتيكو سباينال تراك. لكن ال 80% دول اللي في اللاترال كولم يتسمى لاترال كورتيكو سباينال تراك
بينما ال 20% في الفنترال كولم اسمهم فنترال كورتيكو سباينال تراك، 80% في اللاترال كولم، 20% في الفنترال كولم. لاترال كورتيكو سباينال، فنترال كورتيكو سباينال. خد بالك علشان كده لما بتضرب اللاترال كولم مع الجنبين بيحصل لك باناليسيز معاه هايبرتونيا. احنا قلنا البراند لما بيضرب بيعمل هايبرتونيا، فيسموه لاترال لان ضرب اللاترال كولم سكليروزس لانه بيعمل تصلب في العضلات اللي هي الهايبرتونيا. لاترال سكليروز. الفايبرز دي متقسمه من جوه لبره ازاي؟ عكس السنسور. الموست ميديان هم بتوع اللور ليمب، بعد منهم بتوع الترنك، واللاترال بتوع الابر ليمب. عكس الايه؟ عكس ال السنسور سوبرفيشال سنسيشن. اللور لومب هو الموست ميديان، ثم الثراسيك بتاع الترانك، ثم السيرفايكال بيبقى بره. يبقى اللاترال. هل في حاجه مور ميديان للبيراميدال؟ الفايبرز بتاعت البلادر اللي هي نازله من البارا سنترال لوبيول، فاكرينها؟ اللي جايه من الميديال سيرفيس بتاع الفرونتال لوب ونازله تنهبت الريفلكس اللي هي نازله من البارا. دي موست، دي مور ميديان عن البيراميدال. هات بقى الفنترال كولم، قلنا فيه 20% من البراندال فايبرز، مش كده؟ اللي هو فنترال كورتيكو كورتكس يعني اريا 4 سباينال، يعني سباينال كورد نازل من الكورتكس للسباينال كورد. اما اللاترال كولم اسمه لاترال كورتيكو سباينال تراكت. طيب في ايه تاني في الفنترال كولم؟ فاكرين الفايبر سنسوري ده؟ ده هو اللي هو سباينو سلام موجود في اللاترال كولم ولا لا؟ في واحد تاني موجود في الفنترال كولم، فده يتسمى لاترال سباينو ثلاميك، وده يتسمى فنترال سباينو ثلاميك. ايه الفرق بينهم؟ الفنترال ده بتاع التاتش، واللاترال بتاع البين والتمبريتشر. تاني مقطع في السباينال كورد، السيلز جوه عامله جري مطر، الفايبرز بره عامله وايت مطر. الجري مطر واخد شكل حرف الاتش، انتير هورن، بوستير هورن، لاترال هورن في الثراكو لامبر بس. الوايت مطر بوستير كولم، لاترال كولم، فنترال او انتير كولم. الانتير هورن جري مطر يبقى فيه سيل بادي. سيل بادي في الانتير هورن يبقى اسمها ايه؟ انتيريور هورن سيل. الفايبر بتاعتها ماشيه في الانتيريور روت، ثم داخله جوه النيرف ورايحه تدي المسل موتور. اذا الخليه بالفايبر عاملين نيورون، هو في الحقيقه موتور نيورون، والانه تحت يبقى لور موتور نيورون. امال مين الابر موتور نيورون؟ البراندال تراكت اللي جاي من اريا 4 اللي هو الكورتيكو سباينال تراكت، اللي فيه منه 80% لاترال كورتيكو سباينال و20% فنترال كورتيكو سباينال. تمام. البوستيريور هورن التيب بتاعه يتسمى سبستنشا جيلاتينوزا برولاندي، ولانه جري مطر عباره عن خليه. الفايبر بتاعها يعدي الميد لاين ويطلع للثالاموس في حاجه اسمها السباينو ثلاميك تراكت، وده يا اما ماشي في اللاترال كولم يتسمى لاترال سباينو سلام تراكت، يا اما ماشي في الفنترال كولم وده اسمه فنترال سباينو سلام تراكت. الفنترال بتاع التاتش، واللاترال بتاع البين والتمبريتشر. واللاترال ده متقسم من جوه لبره سيرفايكال يعني ابر ليم، ثوراسيك يعني ترانك، لامبر يعني رجلين من قدام، سيكرال يعني رجلين من ورا. يمثل ايه النيورون ده اللي خليته في السبستنشا جيلاتينوزا برولاندي؟ السكند اوردر نيورون بتاع السوبرفيشال سنسيشن. امال فين الفيرست اوردر نيورون؟ خليته في الدورسال روت جانجليون، دندرايتو في النيرف والروت، اكسونو في الروت والليزاورز تراكت. طب الثيرد اوردر نيورون؟ خليته في الثالامس،
فايبره في الثلامو كورتيكال تراكت. وبعدين نوصل لاريا 1 2 3 اللي هي الكورتكس، الخليه اللي ملهاش فايبر. اللاترال هورن خليته سمباثيك موجوده في الثراسيك والابر فري لامبر، طالع منها فايبر يريلي مع خليه ثانيه، طالع منها فايبر داخله جوه النيرف عشان تدي البلاد فيسلز والهير والكلام. الخليه خارج السي ان اس تتسمى جانجليون، اسمها السمباثيك جانجليون. سمباثيك جانجليون قبل منها بري جانجليونيك فايبر وبعد منها بوست جانجليونيك فايبر، بتانتر كونكت مع الجانجليا اللي فوقها واللي تحتها وتعمل لي السمباثيك تشين. سمباثيك تشين ده الجريمر. يبقى الانتير هورن سيل موتور، البوستير هورن سبستنشال جيلاتينوز فرولاندي اللي تمثل خليه السكند اوردر نيورون، الانتير هورن سيل تمثل خليه اللور موتور نيورون، ثم اللاترال هورن يمثل خليه السمباثيك. تعالى على الوايت مارك، بوستيرور كولم، لاترال كولم، فينترال كولم. بوستيرور كولم في تراكتين جراسيل اند كيونييت تراكت، وده يمثل الاكسون بتاع الفيرست اوردر نيورون بتاع الديب سنسيشن مش السوبرفيشال سنسيشن، ده اللي يقابل اللي زاورز تراكت في السوبرفيشال سنسيشن. ده بيطلع للاخر لحد اللور اند اوف ذا ميدالا، هيلاقي جراسيل اند كيونييت نيوكلياي اللي يمثلوا خليه السكند اوردر نيورون اللي الفايبر بتاعها يعدي الميد لاين ويطلع للثالاموس، ثم الثيرد اوردر نيورون اللي هو خليته في الثالاموس وفايبره في الثلامو كورتيكال تراك، ثم الخليه الرابعه اللي في الكورتكس. الجراسيل ده ميديال ده بتاع النص التحتاني، والكينييت ده لاترال بتاع النص الفوقاني من البادي. حاجي على اللاترال كولر ماشي فيه الاكسون بتاع السكند اوردر نيورون بتاع سوبرفيشال سنسيشن، وده اسمه سباينو ثلاميك تراكت، بس لانه ماشي في اللاترال كولم يتسمى لاترال سباينو ثلاميك تراكت، وده مسؤول عن البين والتمبريتشر. في واحد تاني ماشي في فينترال كولم اسمه فينترال سباينو ثلاميك تراكت، وده مسؤول، ده يمثل الفايبر بتاع السكند اوردر نيورون بتاع التاتش. ايه كمان ماشي في اللاترال كولم؟ البيراميدال تراك. 80% من البيراميدال فايبرز اللي نازله من اريا 4 نازله من اريا 4 تتسمى كورتيكو سباينال، كورتيكو سباينال تراك، لانه ماشي في اللاترال كولم يتسمى لاترال كورتيكو سباينال. في بقى فينترال كورتيكو سباينال 20% من البيراميدال فايبرز ماشيين في الفينترال كولم تتسمى فينترال كورتيكو سباينال. البراندال فايبرز اللي ماشيه في اللاترال كولم متقسمه من جوه لبره، بتوع اللور ليم الموست ميديال، ثم بتوع الترانك، ثم بتوع الابر ليم. في حاجه ميديال ليها بتوع البلادر اللي نازلين من البارا سنترال ليبيو. يبقى ادي جري ماتر، ادي الوايت ماتر، ادي النيرف. عشان كده النيرف ده ميكسد، في سنسوري، في موتور، في اوتونومي. طب البلاد سبلاي بتاع السباينال كورد ايه؟ anterior spinal artery بيدي النص الاولاني، وده لما بينضرب غالبا بيبقى فيه motor manifestation، واتنين posterior spinal arteries بيدوا النص الوراني، وده غالبا معاه deep sensory manifestations. جايين منين دول؟ اتنين يدي واحد وواحد يدي اتنين. الاتنين الفيرتبرال يطلع منهم برانشات كده يتحدوا مع بعض ويدوا واحد anterior spinal artery، يبقى اتنين vertebral يدوا واحد anterior spinal، والواحد البازلة يدي اتنين posterior spinal، يلف على ورا كده ويدي اتنين posterior spinal، يبقى اتنين vertebral يدي واحد anterior spinal، واحد بازلة يدي اتنين posterior spinal arteries. عشان لما نيجي نشرح blood supply بعد كده نبقى مكسرين طول ما احنا ماشيين. عشان اقدر اقول ان انا استكملت السباينال كورد لازم اشرح حاجه مهمه، العلاقه ما بين السيجمنت وما بين الفيرتبرا. اتفقنا ان معدل نمو البون اسرع من معدل نمو السوفت تيشو، ولذلك الفيرتبرال كولم
اطول من السباينال كورد اللي جواه، وبالتالي مش كل فيرتبرا قصاد سيجمنتها ومش كل سيجمنت قصاد فيرتبريكل. فهنعمل علاقه ما بين الفيرتبري وما بين السيجمنت، نعرف كل فيرتبرا قصاد السيجمنت اللي مركبه. ولما اقول فيرتبرا اقصد السباين بتاعها. ليه بقى؟ لان انا بعد من ظهر العيان. افرض واحد عنده عمل حادثه ظهره اتكسر، فانا لقيت فراكشن او لقيت تيومر او لقيت تروما او لقيت هيماتوما او لقيت ديفورميتي في فيرتبرا معينه، عايز اعرف السيجمنت اللي اتقطع. مين السيجمنت اللي اتقطع؟ اللي قصادها. هل اللي قصادها يحمل نفس رقمها؟ لا، ما بقاش كل واحده قصاد رقمها، لان الفيرتبري مش قصاد السيجمنت بتاعتها. فلازم نعرف كل فيرتبرا قصاد السيجمنت اللي مركان، عشان لما عد من بره السباين اقدر اعرف السيجمنت اللي اتقطع مين. واضح؟ فتعالوا نقول انا عندي سيرفايكال فيرتبرا عددهم كام؟ 7، وثراسك 12، و5 لامبر، و5 سيكرال. مظبوط؟ اللامبو سيكرال كانال دي لو تتذكروا فيها الكودا ايكواين، وفيها حاجه تانية هنقولها بعد شويه. اللامبو سيكرال كانال اللي احنا قلنا انها فاضيه دي وما فيهاش كورد، هي مش فاضيه، هي فيها بدل الكورد الكودا ايكواين. قلنا الكلام ده في اول في تاني حس. طيب وتاني فيديو. تعال بقى نشوف بيت الفيرتيبرا. هنقسم السيرفايكال لابر سيرفايكال ولور سيرفايكال، ونقسم الثراسك الى ابر ثراسك ولور ثراسك. واضح كده؟ الابر سيرفايكال من C1 لC3، واللور سيرفايكال من C4 لC7. الابر ثراسك من T1 لT6، واللور ثراسك من T7 لT كام؟ انت تقول 12، لا لغايه 10 بس. بعد كده 11 لوحدها و12 لوحدها. عايز انت بقى تعرف كل فيرتبرا من دول السيجمنت اللي قصادها مين؟ الابر سيرفايكال ذا سيم، 1 قصاد 1، 2 قصاد 2، 3 قصاد 3. اللور سيرفايكال اجمع 1. 4 قصاد 5، 5 قصاد 6، 6 قصاد 7، 7 قصاد 8، عارفين السيجمنتس 8 السرفايكال. الابر ثراسك اجمع 2، 1 قصاد 3، 2 قصاد 4 وهكذا. اللور ثراسك اجمع 3، يبقى اخر واحده في اللور ثراسك اللي هي تي 10 فيرتبرا قصادها السيجمنت اللي هي كام؟ ال 13، مش عايز 13، ال 1، يبقى الفرتبرا 11 قصادها ال 2 و3، لان الفرتبرا اكبر من السجن، لان البون معدل نموه اسرع من السوفت تيشو، فالفرتبرا الواحده قصادها 2 سجن، و12 تي 12 قصادها ال 4 و5. جميل. اللامبو سيكرال كانال بقى فيها مين؟ قصاد الكودا ايكواين، وفيها مين كمان؟ السيكرال سيجنس، كلهم هم كلهم حته قد كده سيكرال سيجنس، ياخدوا جزء من ال 1 من الفرتبرا ال 1، والباقي بقى ديل الحصان اللي هي الكودا ايكواين. يبقى ابر سيرفايكال ذا سيم، يعني اجمع 0، اللور سيرفايكال اجمع 1، الابر ثراسك اجمع 2، اللور ثراسك لحد تي 10 اجمع 3، تي 11 قصاد ال 2 و3، تي 12 قصاد ال 4 و5، واللامبو سيكرال كانال فيها السيكرال سيجمنتس كلهم بالاضافه للكودا ايكواين. يبقى انت بتفحص ظهر العيان، وفحص ظهر العيان ده الزامي في حالات الباربليجيا
عيان بارابليجيا لما تفحص ظهر العيان تتهزق وتتبهدل، لازم تفحص ظهر العيان، تشوف السكار فين، السويلنج فين، التيومر فين، الهيماتوما فين، الفراكشر فين، الديسلوكيشن فين، المشكله فين. عايز تعرف بقى السيجمنت اللي اتضرب تعمل ايه؟ طبق الجدول، تعرف كل سباين قصاده السيجمنت ليه مكان. خلاص ادي اللي انا شرحته ده اللي هو السي ان اس بالعرض سريبرا برينستيم سريبيلم سباينال كورد بالوظائف بالليجنز. هنرجع بقى ناخده بالطول، السي ان اس نرجع ناخده بالطول تحت عنوان تراكتولوجي. والتراكتولوجي عباره عن موتور باثوي بتطبيقاته وسنسوري باثوي بتطبيقاته. لما بقول بتطبيقاته ده عشان احفظك الاناتومي، انما تطبيقاته دي لسه هتتقال تاني مع النظري، مع النيوروفيسيولوجي ومع النظري ومع الكلينيكال، بس لازم اربط الاناتومي عشان افهمك بديك اناتومي ليه. بعد ما خدنا السنترال نيرفس سيستم بالعرض نرجع بقى ناخده بالطول، هو بس ناخده بالطول، وده اسمه تراكتولوجي. هناخد كورونال سيكشن في السي ان اس مره على مستوى اريا 4 فيطلع لي الموتور باثوي، ومره على مستوى اريا 1 2 3 وراها هيطلع لي السنسوري باثوي. وزي ما اتفقنا هعمل حاجة اسمها الإجمال قبل التفصيل علشان نبقى مركزين. الموتور باثوي عبارة عن مجموعتين من النيورونز، لور موتور نيورون وأبر موتور نيورون. الأبر موتور نيورون خليته هي البراميدال سيل الموجودة في اريا 4، والفايبر بتاعه اللي هو البراميدال تراكت. اللور موتور نيورون خليته هي الانتير هورن سيل او الموتور كرينيال نيوكلياي. انتير هورن سيل اللي هي السباينال كورد او الموتور كرينيال نيوكلياي اللي في البرين ستيم. والفايبر بتاعه هو الموتور فايبر بتاع النيرف، سواء سباينال نيرف او كرينيال نيرف. يبقى الموتور باثوي ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون. اجمال السنسوري باثوي ان هم فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون، وفي خليه رابعه في الكورتكس. الفيرست اوردر نيورون خليتها عباره عن جانجليون، جانجليون يعني خارج السي ان اس. السكند اوردر نيورون له خليه له فايبر. الفايبر بتاع السكند اوردر نيورون كقاعدة يعدي الميد لاين ويقع على الفلس كقاعدة. الثيرد اوردر نيورون خليته الثلس، والفايبر بتاعه لو طالع للكورتكس فيتسمى ثلامو كورتيكال تراكت. الخلية الرابعة اللي هي في اريا واحد واثنين وثلاثة دي خلية ملهاش فايبر. يبقى نقول تاني، الموتور باثوي ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون. الابر موتور نيورون لكونه نيورون يبقى سيل بادي وفايبر. السيل بادي بيراميدال سيل او بيتز سيل موجوده في اريا 4، الفايبر بتاعه اسمه البيراميدال تراكت. اللور موتور نيورون خليته
يا اما انتير هورن سيل في السباينال كورد، يا اما موتور كرينيال نيوكليس في البرين ستيم. والفايبر بتاعه يا اما سباينال نيرف الموتور فايبرز بتاعت السباينال نيرفز، يا اما الموتور فايبرز بتاعت الكرينيال نيرفز. وده راح يدي المصل. سنسوري باثوي فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون، وكورتيكال سيل. الفيرست اوردر نيورون خليته جانجليون زي الدورسال روت جانجليون. سكند اوردر نيورون فايبره بيعدي الميد لاين ويطلع للثالبس، اي سكند اوردر نيورون كده. ثيرد اوردر نيورون خليته في الثالبس وفايبره طالع للكورتكس فيتسمى ثلامو كورتيكال تراكت. والكورتيكال سيل موجوده في اريا 1 و2 و3. قوانين هبتدي الاول بشرح الموتور باثوي. هبتدي الاول بشرح اللور موتور نيورون. اللور موتور نيورون خليته فين؟ يا اما موتور كرينيال نيوكلياي موجوده في البرين ستيم، يا اما انتيريور هورن سيل موجوده في السباينال كورد. الفايبر بتاعه يا اما الموتور فايبرز بتاعت الكرينيال نيرفز، يا اما الموتور فايبرز بتاعت السباينال نيرفز. فاللي انا رسمه ده هو اللور موتور نيورون. الموتور كرينيال نيوكلياي بتدي عضلات الهيد اند نيك، و الموتور سباينال نيرفز بيدوا عضلات البادي اللي هم سيرفايكال للأبر لين، ثوراسيك للترانك، لامبر للور لين من قدام، سيكرال للور لين من ورا. هشرح بقى الابر موتور نيورون. السيل بادي بتاعه موجوده في السريبرال كورتكس في اريا 4، اسمها براميدال سيل او بيدز سيل. البيدز سيلز اهي اللي موجوده في اريا 4، وقلنا دي اللي مسؤوله عن الانيشيشن اوف فولنتري موتور اكتيفيتي. فلو عايز تحرك حركه اراديه لرجلك الحركه بتبتدي من هنا من الباراساجيتال ريجن. لوسطك الحركه بتبتدي من هنا، لدراعك الحركه بتبتدي من هنا، للهيد نيك الحركه بتبتدي من هنا. فيقولوا ان في الكورتكس البني ادم از ريبريزنتد ابسايد داون، اللور لمب الترانك الابر لمب الهيد نيك يعني المقلوب. كويس. الفايبرز اللي طالعه من البراندل سيلز هي دي اللي بنسميها البراندل تراكس. البراندل تراك ده ماشي ازاي؟ جاي ماشي الاول في الكورونا راديال اهو بالشكل ده، وبعدين متجمعين في الانترنال كبسول. اي جزء من الانترنال كبسول؟ الجينو والانتيريور بارت اوف ذا بوستيريور ليم زي ما قلنا. وبعدين يرجع يتقسم لمجموعتين، مجموعه ومجموعه. مجموعة رايحة تدي الموتور كرينيال نيوكليان، ومجموعة رايحة تدي الانتير هورن سيلز. المجموعة اللي رايحة تدي الموتور كرينيال نيوكلياي
رايحه للبرين ستيم مظبوط، والبرين ستيم 100 برين وبونصه ميدالة، ميدالة يعني بلب، ولذلك بيتسمى التراكت اللي رايح للموتور كرينيال نيكولياي كورتيكو بلبر تراكت. هتقول لي يا دكتور بس بلب يعني ميدالة بس مش يعني البرين ستيم كله، هقول لك معلش مجاز مرسل علاقته الجزئيه يصف الجزء وهو يقصد الكل. كورتيكو بالبر تراك، الكورتيكو بالبر تراك ده بيروح يدي الموتور كرينيال نيوكلياي بتوع الاوبوزيت سايد، يعني بيسبلاي الموتور كرينيال نيوكلياي كونترا لاترال. يبقى الموتور كرينيال نيوكلياي بيجي لهم كونترا لاترال بيراميدال سبلاي، كلهم بيجي لهم كونترا لاترال بيراميدال سبلاي، لكن بيجي لهم كمان ابسي لاترال بيراميدال سبلاي ما عدا مين اللي ما بيجيلهمش ابسي لاترال؟ اللور هاف اوف فيشيال اللي هو 7 والهايبوجلوسال اللي هو 12 والسباينال بارت اوف اكسسوري، لان السباينال بارت اوف اكسسوري يعتبر سباينال نيرف، والسباينال نيرفز كلهم بياخدوا كونترا لاترال بس ما بياخدوش ابسي لاترال. يبقى ده اسمه كورتيكو بالبر تراكت بيدي كونترا لاترال موتور كرينيال نيوكلياي، اللي بدورهم بيجي لهم ابسي لاترال موتور كرينيال نيوكلياي، بيجي لهم ابسي لاترال بريندل سبلاي كمان ما عدا النص التحتاني من 7 اللي هو الفيشيال و12 اللي هو الهايبوجلوسال والسباينال بارت في 11 اللي هو الاكسسوري. دول الثلاثه دول بيجي لهم كونترا لاترال بس ما بيجيلهمش ابسي لاترال، ذلك الموتور كرينيال نيوكلياي بيجي لهم باي لاترال برانجل سبلاي ما عدا النص التحتاني من 7 12 11 دول بيجي لهم كونترا لاترال فقط. اسمه ايه؟ كورتيكو بالبر تراكت، ده برانجل تراكت، جزء من البرانجل تراكت. الجزء الثاني البرانجل تراكت بيعمل ايه بقى؟ بينزل في السيم سايد كده وات ذا لور اند اوف ذا ميدالله، يتقسم مجموعتين ات ذا لور اند اوف ذا ميدالله يتقسم مجموعتين، مجموعه منهم 80% ومجموعه 20%. المجموعه 80% ات ذا لور اند اوف ذا ميدالله تكروس الميد لاين عشان تروح تدي الانتير هورن سيلز بتوع الاوبزيت سايد اهو، ينزلوا فين 80% دول اللي عدوا في المظله؟ ينزلوا في اللاترال كولم، فيتسمى لاترال كورتيكو سباينا، مش كورتيكو بالبر زي ده، لاترال كورتيكو سباينال تراكت. و20% ينزلوا في الفنترال كولم فيتسمى فنترال كورتيكو سباينال تراكت، بس الفنترال كولم بتاع السيم سايد. هل معنى كده ان هم ال20% بيدوا انتير هورن سيلز بتاع الاوبزيت سايد؟ لا، بيدوا الاوبزيت سايد برضه بس كل فايبر بتعدي في الليفل بتاعها، مش كلهم بيعدوا مع بعض ات ذا لور اند اوف ذا ميدالة زي ال 80%. يبقى كل الانتيريور هورن سيلز بتوع السباينال نيرفز كلهم بياخدوا كونتر لاترال، مفيش ابسي لاترال خالص. صحيح ان في 80% بيكروس ات ذا لور اند اوف ذا ميدالة، لكن ال 20% التانيين اللي بينزلوا في السيم سايد بيكروس برضه بس كل واحده في الليفل بتاعها، يبقى كله بيعدي في النهايه. يبقى الموتور كرينيال نيوكلياي بيجي لهم بايلاترال بيراميدال سبلاي ما عدا النص تحتاني من 7 و12 و11 دول كونترا لاترال بس، والتراكت اللي رايح لهم اسمه كورتيكو بالبر تراكت. اما اللي رايح للانتير هورن سيلز بتوع السباينال نيرفز اسمه كورتيكو سباينال تراكت. 80% بيكروس ات ذا لور اند اوف ذا ميدالله وينزلوا في اللاترال كولم فيتسموا لاترال كورتيكو سباينال تراكت،
و20% بينزلوا في السيم سايد في الفنترال كولم هيتسموا فنترال كورتيكو سباينال تراك، ودول بيكروس برضه بس بيكروس كل واحده في الليفل بتاعها. يبقى كورتيكو سباينال كل بيدي الاوبزيت سايد. طيب لو انا ضربت الكورتيكو سباينال تراك مش كده؟ فيحصل باراليسيس في نص الجسم. طب انا بشرح جنب واحد، الجنب التاني ما هو زيه. لو ضربت ال الكورتيكو سباينال تراكت ايه اللي هيجرى؟ هيحصل ان كل اللور موتور نيورون بتوع الجسم دول على جنب واحد مش هيروح لهم بيراميدان سبلاي، فيحصل باراليسيس في نص الجسم نسميه الهيمبليجيا. الهيمبليجيا دي انا ضارب فين؟ انا ضارب فوق مستوى الابر ليمب، فممكن يكون الليجن هنا يسموه سباينال ليفل، ممكن يكون هنا يسموه برين ستيم ليفل اللي دوره قد يكون ميد برين او بونس او ميدل، او قد يكون هنا يتسمى كابسولار ليفل، وممكن يكون هنا الكورونال دياتي يتسمى كورونال ليفل، ممكن يكون في الكورتكس فيتسمى كورتيكال ليفل. لما هنتعلم الهيمبليجيا ان شاء الله هنتعلم ازاي نعرف اذا كانت الهيمبليجيا دي الليفل بتاعها سباينال ولا ميد برين او بونس او ميدلا اللي هو برين ستيم، ولا كابسولار ولا كورونال ولا كورتيكال. مش هنعرف نعمل ده الا اذا كنا عارفين الباثوي بتاع البرانيال تراك. في بقى ملحوظه ثانيه مهمه، ان منطقه اللور ليمب هنا في البارا ساجيتال ريجون اللي هي الجزء الموست ميديال، وبالتالي طبيعي الكورتيكو سباينال تراك الموست ميديال فايبرز بتوعه يبقوا بتوع اللور ليمب. منطقي ان الموست ميديال فايبرز يبقوا بتوع اللور ليمب، بعديهم الترنك، بعديهم الابر ليمب زي ما قلنا في المقطع بتاع السباينال كورد. اهو الازرق ده الموست ميديال والاحمر ده اللاترال، فطبيعي ان ده بتاع اللور ليمب الازرق فيبقى هو الموست ميديال فايبرز. هتقول لي يا عظيم بس يا دكتور لما يجي كروس هيبقى هو الموست لاترال؟ قال لك لا، لان هم نازلين في البرين ستيم الفايبرز بتويست على نفسها، فيفضل الفايبرز بتاعت اللور ليمب هم الموست ميديال ات اول ليفلز، هم الموست ميديال ات اول ليفلز. وبالتالي مفيش حاجه ميديال ليه غير الفايبر بتاعت البلادر. وبالتالي لو عندي ميد لاين باثولوجي ات اني ليفل يعمل بارابليجيا يعني شلل في الرجلين، اي ميد لاين باثولوجي ات اني ليفل يعمل بارابليجيا يعني شلل في الرجلين، بشرط ان الليجن يكون فوق الواحد لان الرجلين بتاخد من اللمبر والسكرم فلازم اضرب فوقهم. اي ميد لاين باثولوجي فوق اللامبو سكرال اللي هو السرفايت على اللور ليمب يعمل بارابليجيا مهما كان الليفل. هذا الميد لاين باثولوجي لو جه في السباينال كورد يتسمى انتراميدالري ليجن. انتراميدالري ليجن يعني جاي وملوش علاقه بكلمه ميدالري، ملوش علاقه بالميدالا وبلونجات. ميدالا هنا يعني لوب داخلي، يعني ليجن جاي يعني ميد لاين تيومر مثلا. سرينجو مايليا مرض جاي في الميد لاين فيضرب من جوه لبره فياخد الرجلين. ممكن بعد كده لو كمل ياخد الابر ليمب يبقى كوادربليجيا، انما ممكن لا. انما الحاجه المؤكده ان لو ميد لاين باثولوجي اول حاجه يضربها اللور ليمب يعمل بارابليجيا، ولو الميد لاين باثولوجي ده في السباينال كورد يتسمى انتراميدالري بارابليجيا. هتقول لي طيب الاكستراميدالري بارابليجيا يعني ايه؟ اكستراميدالري بارابليجيا يعني شلل في الرجلين بس الليجن جاي من بره، تروما مثلا، تيومر جاي من بره. قال لك عشان يحصل اكسترا ميدالر بره بيجي ده صعب. ليه يا عم؟ قال لك لان هياخد الابر ليمب الاول وبعدين الترنك واللور ليمب في الاخر فيبقى كوادري بليجيا. قال لك بس لو ضربت تحت السبلاي بتاع الابر ليمب
هتاخد الترانك كلها نم بس، يبقى اسمها بارابليجي. طالما سبريد الاور لمب يبقى بارابليجي. طب وانا اضرب تحت الاور لمب ازاي؟ اضرب تحت السيرفايك. هتقول لي يا دكتور انت لسه من شويه قايل لي اضرب فوق اللمبر، ودلوقتي جاي تقول لي اضرب تحت السيرفايكل. يبقى الليجن لازم يكون ثوراسيك. الاكسترا ميدلري بارابليجيا، الليجن لازم يكون ثوراسيك. الاكسترا ميدلري بارابليجيا لازم الليجن يكون ثوراسيك. ليه؟ لان الثوراسيك تحت السيرفايكل وفوق اللمبر. تحت السيرفايكل تو سبير الابر لمب، وفوق اللمبر عشان يضرب اللور لمب. اما لو ضربنا من فوق هاخد الابر الاول، بقينا كوادريبليجيا ما بقيناش بارابليجيا. يبقى ما معنى كلمه انترا ميدلري بارابليجيا؟ انترا ميدلري بارابليجيا يعني بارابليجيا سببها مين لاين باثولوجي في السباينال كورد. وما معنى اكسترا ميدلري بارابليجيا؟ معناها ان بارابليجيا سببها ليجن جاي من بره السباينال كورد، وده لازم يكون ثوراسيك. افتكر الانترا ميدلري اي ليفل، اما الاكسترا ميدلري لازم يكون ثوراسيك. دي التطبيقات اللي انا كنت عايز اقولها. سؤالي بقى، من ضمن الفروقات ما بين الانترا ميدلري والاكسترا ميدلري بارابليجيا ان الانترا ميدلري بارابليجيا عنده ايرلي بلادر مانيفستيشن، لان يضرب من جوه. ان الاكسترا ميدلري بارابليجيا معاه ليت بلادر مانيفستيشن، ده لو جاله بلادر مانيفستيشن اصلا، لان البلادر فايبرز هي الموست ايه ميديا. انا النهارده جاي اشرح اناتومي، لكن من خلال التطبيقات اللي انا بقولها دي، الهيميبليجيا ليها كذا ليفل، البارابليجيا انترا ميدلري اكسترا ميدلري، بتفهمني انا ليه بديك الاناتومي بالتفاصيل دي فتهتم وانت بتقراها. ما فهمش التفاصيل دي مش هتفهم يعني ايه انترا ميدلري بارابليجيا، مش هتفهم يعني ايه اكسترا ميدلري بارابليجيا، مش هتمشي يعني ايه الانترا ميدلري بارابليجيا مع ايرلي بلادر مانيفستيشن، والاكسترا ميدلري بارابليجيا مع ايرلي بلادر مانيفستيشن. ما تعرفش ليه الاكسترا ميدلري بارابليجيا لازم تطلع ثوراسك. معلومات كتير هتقال قدام مع الامراض مش هتبقى متفسره الا بالاناتومي المفهوم بشكل مدقق. كويس؟ طيب اللي قدامنا ده الموتور باثوي. لو سمحت يا دكتور اشرح لنا بقى السنسوري باثوي. قلنا السنسوري باثوي يحتاج فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون، وخليه رابعه اللي هي في الكورتكس. هبتدي اشرح. قلنا فيرست اوردر نيورون خليته في الجانجليون اللي هي غالبا دورسال روت جانجليون. سكند اوردر نيورون خليته اللي هي فايبر، الفايبر ده بيعدي الميد لاين ويطلع على الثالامس. ثيرد اوردر نيورون خليته في الثالامس، فايبره في الثلامو كورتيكال تراك، والخليه الرابعه في اريا 1 و2 و3. اللي قدامي دي الخليه الرابعه الموجوده في اريا 1 و2 و3، ودي اللي مسؤوله عن اللوكاليزيشن بتاع السنسيشن. مش هي اللي بتحس، احنا بنحس بالثالامس، لكن دي اللي بتلوكالايز. كويس؟ ودي برضه ريبريزنت ابسايد داون، يعني لو شكتك دبوس في رجلك الشكه تيجي هنا توصل هنا، في الترانك بتاعك توصل هنا، في الابر ليم توصل هنا، في الهيدن نيك توصل هنا، فيكونوا كورتيكال سنسوري اريا 1 2 3 برضه ريبريزنت ابسايد داون زيها زي الموتور اريا 4. تعالوا نرسم السنسوري باث واي و السنسوري باث واي السوبرفيشال والسنسوري باث واي الديب. هبتدي بالسوبرفيشال. ادي الفيرست اوردر نيورون خليته دورسال روت جانجليون، الدندرايت بتاعه ماشي في النيرف، الريسبتورز بتاعته موجوده في السكين بتاعت البين والتمبريتشر وبتاعت الكروت تاتش، لان احنا قلنا الفاين تاتش بيمشي مع الديب باثوي. كويس؟ فدخل ده الفيرست اوردر نيورون. الاكسون بتاعه
يخش جوه الكورد ويطلع فيو سيجمنتس في حاجه اسمها الليزاورز تراكت ويقف. خلاص ده الفيرست اوردر نيورون. سكند اوردر نيورون خليته في السبستانشا جيلاتينوزا برولاندي في التيب بتاع البوستيريور هورن في الجري ماتر بتاع السباينال كورد. الفايبر بتاعه كقاعده لاي سكند اوردر نيورون يكروس الميد لاين ويطلع على الثلاثس. يكروس الميد لاين ويطلع على الثلاثس. الفايبر ده فيه كلام لازم يتقال. ايه الكلام ده؟ الفايبر ده بتاع السكند اوردر نيورون اسمه السباينو ثلاثيك تراكت. وده مجموعتين. مجموعتين. مجموعة ماشية في اللاترال كولم اسمه لاترال سباينو ثلاميك تراكت. وده بيشيل البين والتمبريتشر. واحد ماشي في الفنترال كولم اسمه فنترال سباينو ثلاميك تراكت. وده مسؤول عن الكرود تاتش لان الفاين تاتش بيمشي مع الديب سنسيشن. يبقى سباينو ثلاميك. سباينو يعني سباينال كورد. ثلاميك يعني وصل للثلاثس. ده مين؟ ده الفاين. الفاين بتاع السكند اوردر نيورون اللي خليته في السبستانشا جيلاتينوزا اوفرولاند في التيب اوف ذا بوستيريور هول. الاثنين على بعض عاملين حزمه. الحزمه دي اسمها سباينال لمنسكس. ليه سموها سباينال؟ لانها ماشيه في السباينال كورد. طب ليه سموها لمنسكس؟ لانها حزمه من تو تراكس لاترال وفنترال. سباينو ثلاميك. الفنترال بتاع التاتش خلي بالك، الفنترال بتاع التاتش كرو تاتش. مجرد ما الحزمه دي دخلت في البرين ستيم ما بقاش ينفع اسميها سباينر. اقوم اسميها ايه؟ اسميها لاترال لمنسكس. اللي هي الكونتينيويشن بتاع السباينر لمنسكس. كل ده انا بشرح الاسامي اللي انا بقولها دي، انا بشرح الفايبر بتاع السكند اوردر نيورون بتاع السوبرفيشال سنسيشن اللي بيعدي الميد لاين ويطلع للثلاثس. طيب اللاترال سباينو ثلاميك له تقسيمه من جوه لبره. ادي الفيرست فيرست فيرست الفيرست اوردر نيورون بتاع السيرفايكال ثوراسيك لامبر سيكل. وادي خليه السكند اوردر نيورون اهي. طب الفايبر بتاعها السيرفايكال يعدي ويطلع، الثراسك يعدي ويطلع، اللامبر يعدي ويطلع، السكرال يعدي ويطلع. يبقى الموست ميديال السيرفايكال بتاع الابر ليب، بعد منه الثراسك بتاع الترانك، بعد منه اللامبر بتاع الرجلين من قدام، بعد منه السكرال بتاع الرجلين من ورا. ودي ليها تطبيق هقوله بعد شويه. طيب ثيرد اوردر نيورون خليته في الثالاموس. طب والفايبر بتاعه يطلع للكورتكس يتوزع على الريبرزنتيشنز كلها، اللور ليمب والترانك والهيدن نيك وكل حاجه. فحاجه اسمها سلامو كورتيكال تراكت. السلامو كورتيكال تراكت ده ماشي فين؟ ماشي الاول في الانترنال كبسول. اني ليمب البوستيريور ليمب، احنا قلنا كل ما هو بوستيريور سنسور. ثم في الكورونا رادياتا. ده اسمه ايه؟ اسمه سلامو كورتيكال تراكت. ده الفايبر بتاع الثيرد اوردر نيورون. ثم الخليه الرابعه في الكورتكس اللي هي مسؤوله عن اللوكاليزيشن. طيب عايز اقول بقى
لو انا عندي، طب التطبيق خليه في الاخر، التطبيق خليه في الاخر. هاجي بقى على الديب سنسوري باثوي، الديب سنسوري باثوي ماشي معاها الفاين تاتش. تذكر دايما الديب سنسيشن ماشي معاها الفاين تاتش. ادي الريسبتورز بتاعت الديب سنسيشن موجوده في البون، موجوده في المسل، موجوده في النيرف، موجوده في الجوينت، في التندون، في الليجنز. ادي الدندرايت، ادي الدورسال روت جانجليون، ادي الاكسون، ادي الفيرست اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون خليته برضو الدورسال روت جانجليون، دندرايتو النيرف، اكسونه يخش ويطلع مش فيو سيجمنتس، ده بيطلع كل السباينال كورد لحد اللور اند اوف ذا ميدل. خلي بالك في السيم سايد ما عملش كروسنج، اللي بيعمل كروسنج هو السكند اوردر نيورون وانا لسه في الفيرست اوردر نيورون. ده اسمه ايه بقى ده اللي طالع ده؟ اسمه البوستيريور كولم اللي هو جراسيل اند كيونييت تراكت، جراسيل ميديال وكيونييت لاترال. جراسيل الديب سنسيشن بتاع نص الجسم التحتاني، كيونييت لنص الجسم الفوقاني. يبقى البوستيريور كولم عباره عن ايه؟ جراسيل وكيونييت تراكت. يمثل ايه؟ يمثل الاكسون بتاع الفيرست اون اكسون بتاع الفيرست اوردر نيورون بتاع الديب سنسيشن والفاين تاتش. ده في السيم سايد ما عملش كروسنج. السكند اوردر نيورون خليته ات ذا لور اند اوف ذا ميدلا حاجه اسمها جراسيل اند كيونييت نيوكلياي، طالما جوه السي ان اس بتتسمى نيوكلياي، انما خليه الفيرست اوردر نيورون بتتسمى جانجليون. الفايبر بتاعها هيعمل ايه؟ زي اي سكند اوردر نيورون يعدي الميد لاين ويطلع للثالامس في حاجه اسمها الميديال للنسكس. دي مفيش جزء منها بقى سباينال، مش زي اللاترال للنسكس بدايتها كانت سباينال للنسكس. ليه؟ لان انا بادئ من الميدال على طول ميديال للنسكس، ثم الثيرد اوردر نيورون خليته في الثالامس، ثم الفايبر في الثلامو كورتيكال تراكت اللي هو بيمشي في الانترنال كبسول البوستيريور لين، ثم الكورونا رادياتا بعدين يوصل للخليه الرابعه اللي بتلوكالايز. ده الديب سنسوري باث واي. عايزين نقول بقى تطبيقات. لو انا عندي انترا ميدلري بارابليجيا، انترا ميدلري بارابليجيا الليجن بيبقى فين؟ في الميد لاين بتاع السباينال كورد. زي ما ضرب الموتور باث واي هيضرب السنسوري باث واي كمان ولا لا؟ اه جميل. فلما يضرب السنسوري باث واي هيضربه من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ من جوه لبره. جميل. فيعمل سنسوري مانيفستيشن، اول حاجه يضربها السيرفايك بتاع الابر لين، فتفقد الاحساس في الابر لين، يبقى الشلل في الرجلين لكن فقدان الاحساس في الابر لين. يكمل ياخد الثراسك فياخد الترنك، يبقى عنده هايبوسيزيا في الابر لين والترنك والشلل في اللور لين، لان الموست ميديال فايبرز كموتور هي اللور لين، انما الموست ميديال فايبرز كسنسري هي الابر لين. فالهايبوسيزيا تبقى في الايدين والترنك فيسموا ده جاكيت سنسوري لوس. طب لو الليجن كامل اكتر ياخد اللمبر؟ اه فياخد الرجلين من قدام كانه جاكيت طويل شويه. طب لو كمل اكتر ياخد السكرال؟ لا ما ياخدش السكرال، ما ياخدش الرجلين من ورا، ما ياخدش الرجلين من ورا، لا والا ما يبقاش انترا ميدلري، انترا ميدلري يعني جاي من جوه. حلو قوي. فيسيب الرجلين من ورا، فيسموا الحكايه دي بقى ايه؟ جاكيت سنسوري لوس وذ سكرال سبير، جاكيت سنسوري لوس وذ سكرال سبير. طب هل مهما كبر هل ممكن يضرب البوستير كولم؟ لا، لان البوستير كولم ورا خالص بعيد عن الميد لاين، فتلاقي السوبرفيشال سنسيشن مضروبه والديب سنسيشن متسابه، فيسموا الحكايه دي جاكيت سنسوري لوس وذ سكرال سبير، ما ياخدش السكرم يعني رجليه من ورا، اند اوف ديسوشيتيف نيتشر. يعني ايه ديسوشيتيف نيتشر؟ يعني خد السوبرفيشال وساب الديب والفاين تاتش.
خد السوبرفيشال وساب الديب والفاين تاتش. طيب لو انا بقى عندي اكسترا ميدالري بارابليجي، ايه السنسوري مانيفستيشنز بتاعتها؟ هاخد السكرال فايبرز الاول، فاخد الرجلين من ورا، وبعدين اللمبر، فاخد الرجلين من قدام، وبعدين الثوراسيك، فاخد الترنك. هل لو كملت اخد السيرفايكل بتاع الابر ديك؟ لا. ليه؟ لان انا اوريدي ضارب تحت السيرفايكل، مش انا لسه قايل لك الاكسترا ميدالري بارابليجيا لازم الليجن يكون ثوراسيك، فياخد الرجلين من ورا ومن قدام وجزء من الترنك لحد الليفل اللي انا ضارب عنده في الثوراسيك. انا مش عارف انا ضارب عند الثوراسيك فين. هل ممكن اضرب الديب سنسيشن؟ اه طبعا الديب سنسيشن بره من ورا، انا ضارب من بره، فدي ما فيهاش ديسوشيتد نيتشر. طب ده نسميه ايه بقى يا دكتور؟ بنطلون سنسوري لوس؟ ما التاني سميناه شكل؟ لا ما نسموش بنطلون، لان البنطلون ده اصله ليفلز. في بنطلون لغايه هنا بتاع المحترمين، في بنطلون لغايه هنا بتاع الصايعين اللي هو اللويست، في بنطلون لغايه هنا بتاع المتفوقين. انتوا عارفين المتفوقين بيبقى ليهم شكل معين كده، بنطلون لغايه هنا والزرار مقفول لحد الاخر والقميص مقفول لحد الاخر ومسرح شعره تلت وتلتين ونضاره تخينه، ودول الشاطرين بس مش الاوائل، يعني يطلع الخمسين الستين الاوائل ما يعملوش الهبل ده. المهم يعني فما نسموش بنطلون سنسوري لوس، امال نسميه ايه؟ نسموه سنسوري ليفل، على حسب احنا ضاربين فين بقى، فيسموه سنسوري ليفل. فالانترا ميدالري بارابليجيا السنسوري مانيفستيشنز بتاعتها ايه؟ جاكيت سنسوري لوس وذ سيكرال سبير اند اوف ديسوشيتد نيتشر، يعني بريزرفد ديب سنسيشن فاين تاتش. اما الاكسترا ميدالري بارابليجيا السنسوري مانيفستيشنز بتاعتها سنسوري ليفل والديب سنسيشن بتتاخد عادي. في تطبيق تاني، في حالة الهيمبليجي، ان انا ضارب نص بس. تعالي افهم، ادي سوبرفيشال سنسيشن، ادي سوبرفيشال سنسيشن طلع اهي، بص ويه بتاعها بكرره. طيب بتاع السيجمنتس اللي تحت بعض، ادي الديب سنسيشن بتاع نفس هذه السيجمنت اهو، وادي البوستير كولم وبيكروس هنا اهو، وادي البوستير كولم بيكروس هنا اهو. مش انا قلت في الهيمبليجيا هضرب برندل على جنب واحد على اي ليفل، قد يكون سباينال او برينستيم او كابسولر او كورونال او كورتيكال. طيب لو انا ضربت برينستيم هاخد احمر وازرق كونترالاتر، لو انا ضربت انترنال كابسول هاخد احمر وازرق كونترالاترال، لو انا ضربت كورونا رادياتا هضرب احمر وازرق كونترالاترال لانه كله بعد الكروسنج، لو ضربت الكورتكس هضرب احمر وازرق بعد الكروسنج، فيحصل لي كونترالاترال هيمي هايبوسيزيا سوبرفيشال ودي احمر وازرق. ده فين؟ ده لو انا ضارب برينستيم او كابسولر او كورونال او كورتيكال، لان الاحمر والازرق عدوا، السوبرفيشال والديب عدوا خلاص. فسواء الليفل كان برينستيم او كابسول او كورونا او كورتيكال، السنسوري مانيفستيشن بتاعت الهيمبليجيا على هذه الليفلز الاربعه هيبقى كونترالاترال هايبوسيزيا سوبرفيشال والديب، ما عدا الكورتيكال طبعا هيبقى كورتيكال سنسوري لوس، يعني تحس لكن ما تقدرش تلوكلايز. لكن بقى لو الليجن سباينال، ايه السنسوري مانيفستيشن بتاعته؟ هسالك سؤال ترد عليا، لو انا ضارب سباينال انا كده ضارب احمر ولا ازرق؟ اولا انا كده ضارب احمر ولا ازرق؟ ضارب احمر وازرق ابسيلاترا، ضارب احمر وازرق، فيجي لي سوبرفيشال اند ديب سنسوري لوس ابسيلاترا على نفس الجنب اللي في الليجن ات ذا ليفل اوف ذا ليجن، ات ذا ليفل اوف ذا ليجن. لكن بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن انا ضارب الاحمر بس، لان الازرق عدى من تحت الليجن وطلع على الناحيه الثانيه، فضربت على السيم سايد ديب فقط، يبقى على السيم ليفل اوف ذا ليجن انا ضارب احمر وازرق.
سوبرفيشال ودي بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن ضارب احمر بس لان الازرق عدى من تحت الليجن وطلع. هتقول لي بس ما تنساش يا دكتور ان الازرق بتاع الناحيه الثانيه جاي خبط لك في الليجن اللي هو السوبرفيشال بتاع الناحيه الثانيه، فلاقي سوبرفيشال سنسوري لوس على الناحيه الثانيه، يبقى ابسيلاترال ديب سنسوري لوس وكونترا وفاين تاتش طبعا وكونترا لاترال سوبرفيشال سنسوري لوس، ده بيلو ذا ليفل. لكن ات ذا سيم ذا ليفل، ات ذا سيم ليفل في ابسيلاترال سوبرفيشال ودي بيلو ذا ليفل، ابسيلاترال ديب وفاين تاتش لوس كونترا لاترال سوبرفيشال سنسوري لوس، فيتسمى هيمي هايبوثيزيا اوف ديسوشيتيف نيتشر. يعني فقدت هنا الديب والفاين تاتش، فقدت هنا السوبرفيشال وبدون الفاين تاتش. هيمي هايبوثيزيا بقى ما هيمي هايبوثيزيا اوف ديسوشيتيف نيتشر دي بتحصل مع السباينال هيميبليجيز. هيميبليجيا بسببها سباينال كورد ليجن ليس برين ستيم ولا كابسولر ولا كورونال ولا كورتيكال، لان دول بيعملوا كونترالاترال هيمي هايبوثيزيا سوبرفيشال وديب لان الاحمر والازرق عدوا. كل التطبيقات اللي انا بقولها هتتقال قدام تاني مع الهيمي بليجيا والبارا بليجيا، ده انا دلوقتي بقولها لك عشان اربطها لك بالاناتومي فتبقى فاهم ان الاناتومي ده يتحفظ صم مش معمول كده كمقدمه، ده من غيره تخيل واحد عمال يشرح لك ويقول لك جاكيت سنسوري لوس والسكرال سبير اند اوف ذا سوشيتد نيتشر، وان ده بيحصل مع الانترا بيدالماري بارابليجيا اللي بيبقى معاها ايرلي بلادر مانيفستيشن. تفهم ايه من غير اناتومي؟ وما ينفعش ان انا اشرح الاناتومي ساعتها لان انا هحتاج الاناتومي كتير، مش معقول كل ما حاجه اشرح حاجه اقوم شرح الاناتومي من الاول، فانا بشرحه مره واحده في الاول علشان يبقى اساس ليا في كل حاجه بقولها بعد كده، بس عشان ما تنساهوش عشان تعرف اهميته بقول لك تطبيقاته من دلوقتي اللي هي هتتعاد بعد كده مع الموضوعات اللي هناخدها الهيميبليجيا والباراليجيا. ادي التراكتولوجي. الموضوع اللي بعد كده اللي هو البلد سبلاي اوف ذا سي ان اس. البلد سبلاي في CNS مهم لانه بيقود لموضوع تاني اسمه vascular occlusions. لما اقفل اني ارتري ايه المانيفستيشنز اللي تحصل؟ فانت دلوقتي خدت CNS كله اناتومي بتاعه كل حاجه مكانها فين كل حاجه وظيفتها ايه كل حاجه لما تنضرب يجرى ايه. فلو عرفت كل حاجة من دول ايه البلد سبلاي بتاعها هتقدر تعرف الارتري بتاعها لو اتضرب ايه المانيفستيشنز اللي تحصل. فالبلد سبلاي اللي انا هقوله دلوقتي نسقطه على الاناتومي اللي خدناه قبل كده من اول الكورس. ركب ده على ده تقدر تستنتج الفاسكولار اوكلوجن. الموضوع بتاع الفاسكولار اوكلوجن وكالمعتاد هبتدي معاكم بعملية الإجمال قبل التفصيل. تفاصيل البلد سبلاي زبرين أو ذا سي ان اس معقدة فلازم أعمل إجمال قبل التفصيل. فبنقول اللي قدامنا ده السي ان اس على جنب واحد، دايما بشرح على جنب واحد مفهوم ضمن إن الجنب التاني زي. فأنا هقسم CNS إلى ثلاث أخماس أمامية ودي في السيريبرم وخمسين خلفيين ودول يتضمنوا جزء من السيريبرم وكل السيريبيلم والبرين ستيم والسباينال كورد. يبقى اللي قدام الخط ثلاث أخماس كلهم في السيريبرم، اللي ورا الخط خمسين السيريبرم مضافا عليهم السيريبيلم والبرين ستيم والسباينال كورد. كويس. حاجة على الثلاث اخماس الامامية طبعا هو الهيميسفير المفروض بارزة كده، هقوم اسمها بالطول نصين، نص ميديان
ونص لاترال، نص ميديال ونص لاترال في نفس الهيمسفير. كويس. تعالوا نرجع نعمل التقسيمه دي في الفيو ده. طبعا ده لاترال فيو، الفيو ده تباصص على البرين من تحت، يعني واحد رافع راسه لفوق كده فانتباص على البرين من تحت. فادي التو سيريبرال هيمسفيرز، ميد برين، بونس، ميدالا، سباينال كورد، سيربيل. هنقسمهم نفس التقسيمه، ثلاث تخماس اماميه اللي هم دول، وخمسين خلفيين متضمنين السيربيلم والبرين ستيم والسباينال كورد. هاجي على الثلاث تخماس الاماميه اقسمها الميديال هاف واللاترال هاف. الميديال هاف اللي هو ده، واللاترال هاف اللي هو ده بتاع الثلاث تخماس الاماميه. اما الخمسين الخلفيين اللي هم دول متضمنين السيربيلم والبرين ستيم والسباينال كورد. دي التقسيم. وعندي هنا الانترنال كبسول، ادي الانتيرو لين، ادي البوستيرو لين، ادي الدورسال اسبكت اللي هو ناحيه الميد لاين، ادي الفنترال اسبكت اللي هو اللاترال اللي انكلوزنج هنا البيزال جانجليا زي ما خدنا. البلاد سبلاي ده الاجمال بتاع المناطق اللي ليها بلاد سبلاي. طب ايه الاجمال بتاع البلاد فيسلز بقى؟ بنقول ان البلاد سبلاي ده سي ان اس بيجي من مصدرين، الكاروتيد ارتري اللي هو الانترنال كاروتيد والكاروتيد سيستم والفيرتبرو بازيلر سيستم. كويس. الكاروتيد سيستم كل واحد بيدي لاقصاده. الكاروتيد سيستم بيدي الثلاث خماس الاماميه من السربرا، الفيرتبرو بازيلر بيدي الخمسين الخلفيين من السربرا والسيريبيلم والبرين ستيم والسباينال كورد. بيدوهم من خلال ايه؟ من خلال ثلاثه سيريبرال ارتريز، انتيريور سيريبرال، ميدل سيريبرال، بوستيريور سيريبرال. الانتيريور سيريبرال ارتري والميدل سيريبرال ارتري طالعين من الكاروتيد سيستم، والميدل والبوستيريور سيريبرال ارتري طالع من الفيرتبرو بازيلر. كل واحد فيهم بيدي الجزء الاقصادي من الكورتكس. الانتيريور سيريبرال بيدي الميديال هاف of the anterior three fifths of the cerebrum. الميدل cerebrum بيدي اللاترال هاف of the anterior three fifths of the cerebrum. البوستيريور cerebrum بيدي البوستيريور two fifths of the cerebrum، بالإضافة إلى برانشات تانية طلع من الفيرتبرو بازيلر سيستم عشان يدوا السيريبيلم والبرين ستيم والسباينال كورد. كل واحد بيدي الجزء الاقصادي من خلال ايه؟ من خلال برانشات. البرانشات دي كورتيكال برانشز للكورتكس وكابسولار برانش للانترنال كابسول. كورتيكال برانشز للكورتكس وكابسولار برانش للانترنال كابسول. كورتيكال برانشز للكورتكس وكابسولار برانش للانترنال كابسول. تعالوا نخلص من الاجمال بتاع الانترنال كبسول عشان نرتاح واحنا بنتكلم. الانتيريور لم بياخد من الانتيريور سيريبرال ارتري، البوستيريور لم بياخد من البوستيريور سيريبرال ارتري، بس دول بيدوا الفنترال اسبكت بس، لان الدورسال اسبكت كله بياخد من الميدل سيريبرال ارتري. هل الارتري بيدي بنفسه؟ لا، من خلال الكابسولار برانش ده اللي احنا قلنا عليه. كابسولار برانش، كابسولار برانش، كابسولار برانش. الانتيريور سيريبرال ارتري طالع منه كابسولار برانش بيدي الفنترال اسبكت اوف ذا انتيريور ليمب،
of the internal capsule البرانش ده اسمه هوبنر هوبنرز برانش. البوستير سريبرال ارتري طالع منه كابسولار برانش بيدي الفنترال اسبكت اوف ذا بوستير لم وبيدي الثالاموس والجينيكيليت بادز فيتسمى ثلامو جينيكيليت. ثالاموس والجينيكيليت بادي دول يمثلوا الثيرد اوردر نيورون او خليه الثيرد اوردر نيورون السيل بادي بتاع الثيرد اوردر نيورون بتاع السنسيشن. الثالاموس للسنسيشنز كلها والجينيكيليت بادي للفيجن والهيرنج لاترال للفيجن وميديا للهيرنج يعني يعتبروا نفس الشيء. الميدل سريبرال ارت بيدي الدورسال اسبكت اوف ذا انترنال كبسول وبيدي اللينتي فورم نيوكلياس اللي هي جزء من الكوربس سترياتوم ببرانش اسمه لينتيكيلو سترايت وده البرانش اللي بينضرب لما يكون عندي كابسولار هيمبليجيا. عشان انا قايل لكم ان الهيمبليجيا يا سباينال يا برينستين يا كابسولار يا كورونال يا كورتيكال لو الليجن في الليفل بتاع الانترنال كابسول والسبب الفاسكولار يعني جلطه او حاجه بيبقى الارتري اللي ضرب هو الانتيكيلو استرايت لان السؤال ده بيتسال. انما السلامو جينيكيليت يعمل مونوبليجيا في اللور ليمب بس، الهوبنر يعمل مونوبليجيا في الابر ليمب بس زي ما اتفقنا قبل كده. طبعا انت عارف الانترنال كبسول الفايبرز فيها مترصصه ازاي فتقدر تتوقع كل ارتر لما ينضرب ايه اللي يحصل. كويس؟ كويس. نبتدي ده اللي انا قلته ده الاجمال. تعالى بقى على التفاصيل. هشرح الكاروتيد سيستم الاول وبعدين اشرح الفيرتيبرو باسيك. الانترنال كاروتيد بيخش من قاع الجمجمه من خلال فتحه اسمها الكاروتيد فورامين ويمشي في كنال اسمها الكاروتيد كنال وبعدين يحول على قدام ويخش جوه الكافيرنا الساينس. يخش يمشي جوه الكافيرنا الساينس بعد ما يمشي على قدام وهو بيحود على قدام بيدي ثلاث برانشات صغيره اثنين قدام وواحد ورا. الاثنين اللي قدام واحد اسمه انتيريور كورويدال والثاني اسمه اوفثالميك برانش والواحد اللي على ورا اسمه بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. واضح من اسمه انه راجع علشان يكوميونيكيت البوستيريور سريبرال ارتري. بعد ينتهي الميدلز الكاروتيد بانه يتفرع لفرعين واحد ميديال للميديال هاف واحد لاترال لللاترال هاف اوف ذا انتيريور 3 فيفسز اوف ذا سريبرال. الميديال اللي بيدي الميديال هاف اسمه الانتيريور سريبرال ارتري واللاترال اللي بيدي اللاترال هاف اسمه الميدل سريبرال ارتري. هبتدي بالميدل سريبرال ارتري بيمرج من عند السيلفيان فيشر بيمرج من عند السيلفيان فيشر ويديني ثلاث برانشات كورتيكال للكورتكس وكابسولار برانش للانترنال كابسول. الكورتيكال برانش واحد للبارايتال لوب اسمه بارايتال واحد للفرونتال لوب اسمه فرونتال واحد للتيمبرال لوب اسمه تيمبرال. بس بيدي اني جزء من اللوب الجزء اللي متحدد ده يعني الفرونتال لغايه هنا بس البارايتال لغايه هنا التيمبرال لغايه هنا لغايه ما الحدود رسمها. ليه؟ لان الفرونتال فيه جزء ميديال بياخد من الانتيرو سيريبرال وكذلك البارايتال كذلك التيمبرال بياخد من حاجه ثانيه. دول الثلاثه كورتيكال برانش وكابسولار برانش اسمه اللينتيكولوس ترايت بيدي الدورسال اسبكت اوف ذا انترنال كبسول واللينتي فورم نيوكليس اللي هي جزء من الكوربس ترايت. ده الفرع اللاترال.
هاجي بقى على الفرع الميديال. الفرع الميديال اسمه الانتيريور سيريبرال ارتري، ده بيلف على ورا على الكوربس كالوزا. الكوربس كالوزا عامله كده، شكلها عامل كده بالظبط، بيلف عليها زي زلومه الفيل، يدي ثلاث برانشات كورتيكال وبرانش كابسول. الثلاث برانشات الكورتيكال، واحد على ورا الكوربس كالوزا اسمه كالوزا، وواحد على قدام ماشي على الميديال سيرفيس، ما هو ميديال وجاي طالع من هنا اسمه فرونتال. ومجموعه ماشيه على الميديال سيرفيس وجايه لفه من هنا اسمها البارا سنترال، اسمها البارا سنترال، جايه على الميديال سيرفيس وجايه لفه تدي الجزء الفوقاني ده، ده الميديال هاف. فبرضه البارا سنترال بيدوا البارايتال وبيدوا الفرونتال لوب، وبيدي كابسولار برانش للفنترال اسبيكت اوف ذا انتيريور لمب اوف ذا انترنال كابسول اسمه الهوبنرز برانش. كويس، ايه اللي انا قلته ده؟ ده الكاروتيد. ممكن نقوله تاني، انترنال كاروتيد بيخش من القاع الجمجمه من الكاروتيد فورام، يمشي في الكاروتيد كانال ويحود على قدام عشان يمشي في الكافيرنا الساينس، وهو بيحود على قدام بيدي ثلاث برانشات صغيره، اثنين قدام واحد ورا. الاثنين اللي قدام anterior choroidal anterior لانه على قدام، وافسلك لان العين قدام، واحد على ورا اسمه البوستيريور كوميونيكيتنج، واضح من اسمه انه راجع عشان يكوميونيكيت البوستيريور سيريبرال ارتري. وينتهي الانترنال كاروت بانه بيتفرع لفرعين، فرع ميديال للميديال هاف اسمه الانتيريور سيريبرال، وفرع لاترال لللاترال هاف اسمه الميدل سيريبرال. ابتدي بالميدل سيريبرال، بيمرج من السيلفيان فيشر ويدي ثلاثة كابسول كورتيكال برانشز وواحد كابسولار برانش. الثلاثة كورتيكال، فرونتال للفرونتال لوب، بارايتال للبارايتال لوب، تيمبرال للتيمبرال لوب، بس اللاترال هافس بتاعتهم. وكابسولار برانش بيدي الدورسال اسبكت اوف ذا انترنال كابسول واللينتيفورم نيوكليس اللي هي جزء من الكوربس استرييتم، يتسمى لينتيكلو استرييت ارتري، ده الارتري اللي بيتضرب في الكابسولار هيميجنيشن. الانتيرو سيريبرال ده البرانش الميديال بيلف على ورا زي زلوم الفيل على الكوربس كالوزا، ما الكوربس كالوزا ميديال في النص، ويدي ثلاث برانشات كورتيكال وبرانش كابسول. برانش على ورا اسمه كالوزا للكوربس كالوزا، وبرانش على قدام اسمه فرانتا للبري فرانتال ايه، ومجموعه برانشات ماشيه على ميديال سيرفيس وطالعه عشان تدي الميديال هاف بتاع الانتيريور ثري فيسز اسمهم بارا سنترال. دول اسمهم بارا سنترال ارتيز. كلمه بارا سنترال دي سمعناها قبل كده فين؟ البارا سنترال لوبيول اللي بيكونترول البلاذر في الفرونتال لوب. طيب ده الكاروتيد سيستم. طيب ممكن بقى تقول لنا الفيرتبرو بازلر سيستم اللي بيدي الخمسين الخلفيين والسيربيلا والبرينستيم والسباينال كورد؟ طالع كده على جانبي الفرتبري، على الترانسفيرس بروسيس بتاعت الفرتبري، ماشي فيهم تو ارتريز اسمهم فيرتبرال ارتريز في اللاترال سباين بتاع الفرتبري. دول بيتحدوا مع بعض وهم داخلين الفورامين ماجنوم، ويعملوا ارتري واحد اسمه البازيلر، عشان كده اسمه فيرتبرو بازيلر سيستم. الفيرتبرو بازيلر ده، البازيلر ده بيرجع يتقسم لبرانشين، كل برانش منهم اسمه بوستيريور سيريبرال ارتري. البوستيريور سيريبرال ارتري ده له كورتيكال برانشز وكابسولار برانش. الكورتيكال برانشز دي علشان تدي البوستيريور تو فيفسز اوف ذا سيريبرال، اريا 17 بقى و18 و19 و39 وده كله. ولو كابسولار برانش بيدي الفنترال اسبكت اوف ذا بوستيريور لمب اوف ذا انترنال كابسول والثالاموس والجينيكيوليت بادي اسمه ثالامو جينيكيوليت ارتري.
يبقى ده مين؟ الفرتبرو بازلر. اتنين فرتبرال يتحدوا مناخير الفرن المجنم يعملوا واحد بازلر، يتقسم لاتنين بوستيريور سيريبرال ارتري له كابس كورتيكال برانشز للخمسين الخلفيين من السيريبرال، وكابسولار برانش اسمه سلامو جينيكيليت بيدي الثرمس والجينيكيليت باديز والفنترال اسبكت اوف ذا بوستيريور ليمبوس انترنال كابسول. طيب بس انت قلت ان الفرتبرو بازلر يا دكتور بيدي السيريبيلم كمان. هقول لك صح، من خلال السك والمكه والبايك، سوبيريور سيريبيلر ارتري وميدل سيريبيلر ارتري طالعين من البازلر، وبوستيريور انفيريور سيريبيلر ارتري طالع من الفرتبرا. بس انت قلت يا دكتور انه كمان بيدي البريد ستيم الفرتبرو بازلر. هقول لك فعلا، من خلال ارتريز تطلع من البازلر ارتري على الجنبين يدوا البرين ستيم اسمهم الباراميديان. خلي بالك اسمهم الباراميديان، ودول غير البارا سنترال اللي طالعين من الانتيريور سيريبرال. بس انت يا دكتور قلت ان الفرتبرو بازلر بيدي كمان بسباينال كورد، صح؟ اتنين يدي واحد وواحد يدي اتنين. الاثنين الفرتبرال يدوا برانشين يتحدوا يعملوا واحد انتيريور سباينال ارتري، والواحد البازلر يدي اتنين يلفوا على ورا اللي هما الاثنين بوستيريور سباينال ارتريز. اتنين فرتبرال يدي واحد انتيريور سباينال، وواحد بازلر يدي اتنين بوستيريور سباينال ارتريز. طيب اللي انا رسمه هنا ده الكاروتيد سيستم، اللي انا رسمه هنا ده الفرتبرو بازيلار سيستم. هل ممكن على الرسمه دي ترسم لي الكاروتيد سيستم يا دكتور؟ الكاروتيد نازل من تحت داخل اهو في الكاروتيد فورامين على الناحيتين، مش في الكاروتيد كانال وحاول على قدام، حاول على قدام في الكافيرنا سايز. وهو بيحود على قدام بيدي ثلاث برانشات صغيره، اتنين قدام وواحد ورا. الاثنين اللي قدام اللي هم الاوفسالميك والانتيرو كرويدال، اوفسالميك وانتيرو كرويدال، والواحد اللي على ورا اسمه بوستيريور كوميونيكيتنج. واضح من اسمه انه راجع عشان يكوميونيكيت البوستيريور سيريبرال ارتري اهو. يبقى انا ربطت الكاروتيد سيستم بالفرتبرو بازيلار سيستم من خلال البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. الانترنال كاروتيد ينتهي بانه يتفرع فرعين، فرع ميديال اسمه الانتيريور سيريبرال ارتري، ده اللي بيلف على ورا اللي هو ده اللي بيدي الميديال هاف اللي هو ده، وفرع لاترال اسمه الميدل سيريبرال ارتري، ميدل سيريبرال ارتري اللي بيدي اللاترال هاف اللي هو ده انتيريور سيريبرال ارتري، انتيريور سيريبرال ارتري. انا كده وصلت الكاروتيد سيستم بالفرتبرو بازلر سيستم من خلال البوستيريور كوميونيكيتنج. ناقص حاجه واحده، ان انا اوصل الرايت كاروتيد سيستم بالليفت كاروتيد سيستم من خلال ارتري يوصل الانتيريور سيريبرال ده بالانتيريور سيريبرال ده، فطبيعي يكون اسمه anterior communicating artery. يبقى انا ربطت الكاروتيد سيستم بالفرتبرو بازلر من خلال البوستيريور كوميونيكيتنج، وربطت الرايت كاروتيد سيستم بالليفت كاروتيد سيستم من خلال anterior communicating. الكوميونيكيتنج ارتريز دول اللي بيربطوا قدام وورا واللي بيربطوا اليمين بالشمال بيكملوا لي حاجه اسمها السيركل اوف ويلز. من متى تتكون السيركل اوف ويلز؟ انتيرير كوميونيكيتنج، انتيرير سيريبرال يمين وشمال، انترنال كاروتيد يمين وشمال،
posterior communicating يمين وشمال posterior cerebral يمين وشمال اللي انا متقل عليها دي اسمها السيركل فويس اللي بتجمع كل البلاد سبلاي بتاع السي ام اس. انت دلوقتي فهمت وبسهوله تقدر تحفظ ترجع التسجيل وتسمعه تاني وتحفظه لو عايز البلاد سبلاي وذا سي ام اس. وقبل كده انت عارف كل جزء في السي ام اس موجود فين وظيفته ايه لما بينضرب يحصل ايه. فسهل قوي انك تعرف كل ارتري لما ينضرب الكلينيكال مانيفستيشن بتاعته ايه. فالموضوع الفاسكولار اوكلوجن مكتوب عندكم في الكتاب هتقروه هتلاقوه سهل ان شاء الله. بس المشكله ان بعض الكتب كاتبه الارتري الكبير الاول وبعدين الصغير. الاسهل ان انت تعكس شوف الارتري الصغير الاول لما ينضرب يجرى ايه والارتري الثاني الصغير لما ينضرب يجرى ايه. يبقى الارتري اللي مطلعه هما الاثنين هيعمل اللي ده بيعمله وده بيعمله مع بعض جمع. يعني خد انت من الصغير للكبير اسهل عيد كتابته ويفضل تقراه من كتاب تاني ديفيدسون ولا حاجه خلاص لان اغلب الكتب كاتبه من الكبير للصغير والاسهل من الصغير للكبير. فانا مش محتاج دلوقتي ان انا اشرح لك الفاسكولار اوكلوجن لان شرحت البلاد سبلاي هو الجزء الصعب في الموضوع وشرحت الاناتومي بالوظائف بالليجن بالتفصيل. انت ركب ده على ده لما تكون مذاكر كويس تقدر تستنتجه ان شاء الله بمنتهى السهوله. وده البلاد سبلاي اوف ذا سي ام اس. كده يبقى احنا كملنا اول جزء في النيورو اناتومي اللي هو السنترال نيرفس سيستم كامل. خدناه بالعرض وبعدين خدناه بالطول اللي هو التراكتولوجي وبعدين خدنا البلاد سبلاي. وكل حاجه كنا بنشرحها كنا بنقول الاناتومي الفانكشن الليجن. المرة الجاية نبتدي في جزء تاني من نيورو اناتومي اللي هو البريفرال نيرفس سيستم. وده يشمل حاجتين الكرينيال نيرفز والسباينال نيرفز. الكرينيال نيرفز هنمسك كل نيرف نقول الاناتومي الفانكشن الليجن الاكزامينيشن الهيستوري. وبعدين نشرح السباينال نيرفز هنشرح كل الموتور فايبرز بتاعت كل السباينال نيرفز تحت عنوان مايوتومال سبلاي. ونقول بعد منها ما هي الانتي جرافتي وما هي البرو جرافتي ماسلز. وبعدين نشرح كل السنسوري فايبرز بتاعت السباينال نيرفز تحت عنوان ديرماتومال سبلاي. وبكده نبقى خلصنا النيورو اناتومي عشان نبتدي بعد كده النيوروفيسيولوجي. فالمرة الجاية هنقول ان شاء الله البريفرال نيرفس سيستم ونبتدي بالكرينيال نيرفس اللي اول واحد فيهم الأولفاكتوري نيرف. نبتدي بعد كده البريفرال نيرفس سيستم وده عبارة عن كرينيال نيرفس وسباينال نيرفس. هبتدي بالكرينيال نيرفس وهم 12. واحد أولفاكتوري العصب الشمي. طيب احنا عندنا مناخير واحدة لكن ليها فتحتين بأولفاكتوري نيرفين بأولفاكتوري بالبين بأولفاكتوري تراكتين بأنقاصين مركزين في التمبرال لوب في اليمين والشمال مسؤولين عن الشم. طيب ده النيزل كافتي على جنب واحد. طبعا لما اتعود بشرح على جنب واحد مفهوم الناحيه الثانيه زيها بالظبط. النيزل كافتي ده بتبطن بنيزل ايه؟ ميكوزا. لا بتبطن بحاجه اسمها موديفايد سكين بدليل مناخير بيبقى فيها شعر. لكن الميكوزا بتبقى موجودة في السقف والكرانيش بتاعة الأوضة المسماة بالنيزل كافيتي. وهي دي اللي فيها الريسبتورز بتاعة الشم. كويس؟ طيب
الريسبتورز دي تمشي بعد كده في نيورون. النيورون ده الفايبرز بتاعته، النيورون ده الفايبرز بتاعته عامله لي حاجه اسمها الاولفاكتوري نيرف. اللي انا رسمه ده هو الاولفاكتوري نيرف. بس يا دكتور احنا نعرف ان النيرف ده حاجه زي الحبل كده. هقول لك ما هو زي الحبل بس فرقناه، فبعدنا الفايبرز عن بعض. الفايبرز دي تعدي من سقف النيزل كافيتي، وسقف النيزل كافيتي مخرم حاجه اسمها الكريبري فورم بليت اوف إثمايد. كريبري فورم بليت اوف إثمايد. طيب الاولفاكتوري نيرف ده يريلي في مين؟ يريلي في حاجه اسمها الاولفاكتوري بالب. الاولفاكتوري بالب الفايبرز بتاعت الاولفاكتوري بالب عامله حاجه اسمها الاولفاكتوري تراكت. الاولفاكتوري تراكت ده نايم في جروف في قاع السكال اسمه الاولفاكتوري جروف، متبطن طبعا من المينينجيز، يعني النيرف فوق والمينينجيز تحت محوط عليه مبطنه السكال. وبعدين يتفرع الاولفاكتوري تراكت لفرعين. فرع يروح للانكس اليمين اللي موجود في الميديال سيرفيس بتاع التمبرال لوب، وفرع يروح للانكس الشمال، يعني عامل بايلاترال ريبريزنتيشن. وبالتالي لو انا ضربت بعد التفريعه هشم بالنص ده من المناخير عادي لانه رايح الناحيه الثانيه. انما لو ضربت قبل التفريعه مش هشم بالنص ده من المناخير، بالفتحه دي مش هشم، اشم الناحيه الثانيه ماشي. يبقى انا عندي الاولفاكتوري نيرف، اولفاكتوري بالب، اولفاكتوري تراكت رايح للبوث انكس. ده الاولفاكتوري نيرف اناتومي. طيب ازاي نفحص الاولفاكتوري نيرف وازاي نسال عن الاولفاكتوري نيرف؟ تعالى نشوف. فحص الاولفاكتوري نيرف محتاج خمس شروط، شرطين في العيان وثلاث شروط في المادة المستخدمة لتشميمها. شرطين في العيان وثلاث شروط في المادة المستخدمة لتشميمها. شرطين بتوع العيان ان العيان يكون مغمض عينيه عشان ما يشوفش انت بتشممه ايه. اتنين، each nostril should be examined separately. يعني اقفل المناخير دي واشممه هنا حاجه، واقفل المناخير دي واشممه هنا حاجه، لان انا عندي نيرفين ببلبين بتراكتين بانكسين، فلازم اشمم العيان كل ناحيه لوحدها عشان افحص كل نيرف لوحده. دول الشرطين بتوع العيان. طب ما هي الشروط التي يجب توفرها في الماده المستخدمه لتشميمها؟ ثلاث شروط. واحد، ده تكون أدرس ليها رائحة واضحة، ما يجيبلوش حاجة ملهاش ريحة أو ريحتها خفيفة. نمرة اتنين، إن الريحة دي تكون نون إريتانت، ما تحطلوش نشادر ولا مية نار. نمرة تلاتة، إنها تكون فاميليا بالنسبة له، يكون يعرفها. أشهر مثالين بنستخدمهم هما البن والنعناع. لذلك وأنت بتفحص في الامتحان تاخد معاك قنينه كده فيها بن وقنينه فيها نعناع. البن معروف بيتجاب منين؟ إيه؟ النعناع، عارفين الباكتات بتاع الازيس اللي اتباع في الصيدليه؟ هي دي النعناع الناشف، يتحط وتشممه. ويفضل ان انت تشممه في كل مناخير حاجه مختلفه. ايه اللي انت شمه ده؟ بن. ايه اللي انت شمه ده؟ نعناع. ليه؟ لان الريحه بتلزق، يعني بتاخد وقت شويه على ما تتنسي. فانت ايه اللي انت شامه هنا؟ بن. تيجي تقول له ايه اللي انت شامه هنا؟ يقول لك بن برضه، مع ان دي فيها انوزميا. انما الريحه لسه موجوده ما راحتش، فيفضل تشممه حاجه ثانيه. طيب انا بفحص كل مناخير لوحدها.
كل جنب لوحده واشوف لو عنده انوزميا. اسال نفسي هي بايلاترال انوزميا ولا يونيلاترال انوزميا؟ لو بايلاترال انوزميا ده غالبا اي ان تي كومون كول بيعمل بايلاترال انوزميا، اتروفيك راينايتس، راينوسكليروما، هيستيريكال كونجينيتال ابسنس اوف ذا ريسبتورز في المناخير. انما اللي مشاكل لو يونيلاترال يبقى المشاكل في النيورو في الاولفاكتوري نيرف وانت طالع. طيب ايه اللي يعمل يونيلاترال انوزميا؟ نمره واحد فراكشر نتيجه تروما في الكريب ريفورم بليت اوف اثمايد، حشت لي النيرف على جنب واحد، صعب قوي يتكسر على الناحيتين، يعني احتماليه صعبه. فغالبا بيبقى واحد فراكشر اوف ذا كريب ريفورم بليت اوف اثمايد تروماتيك. نمره اثنين تيومر الاولفاكتوري جروف اهو وفوق منه الاولفاكتوري تراكت متبطن الاولفاكتوري جروف بمنينجيز، حصل فيها منينجيوم ضغطت على الاولفاكتوري تراكت قبل التفريعه قبل ما يتقسم يمين وشمال فعملت ابسي لاترال انوزميا. لو التيومر ده كبر هيضغط على الاوبتيك نيرف هيعمل ابسي لاترال بلايندنس، ولان التيومر ده بيزود الانتراكرينيال تنشن هيعمل كونترالاترال بليرنج اوف فيجن. ليه كونترالاترال؟ لان الابسي لاترال ما بتشوفش، هيجي لها زغلله ازاي؟ التلات حاجات دول مع بعض اسمهم فوستر كينيدي سيندروم ناتج عن اولفاكتوري جروف مننجيوما. ايه كمان؟ لو بيزل مننجايتس على جنب واحد. فدي الحاجات اللي ممكن تعمل كده. طيب لما نيجي بقى نسأل البايلاترال انوزميا هيشتكي انه مش شامم، حاسس الشم عنده راح. بمناسبه الكورونا بيقولوا ان الكورونا من الحاجات اللي بتعمل انوزميا. انما لو يونيلاترال انوزميا مش هيشتكي من انوزميا لانه بيشم من الناحيه الثانيه. فاللي يشتكي من انوزميا ده غالبا اي ان تي كوز، حاجه على الجنبين. لكن ممكن العيان يشتكي من حاجه ثانيه بقى غير الانوزميا، اللي هي ايه؟ symptoms of irritation. لو انا عندي epileptic focus او tumor في التمبرال لوب ممكن يعمل irritation للانكس ويخلي العيان يشم حاجات مش موجوده، فنقول على ده olfactory hallucination، يشم روايح مش موجوده. انما في حاجه تانية اللي هي البارازميا. البارازميا انه يشم حاجات غلط زي اللي بتتوحم، تشم الطعميه كفته مثلا، ده بيحصل في البريجننسي. يبقى البارازميا تشم حاجات غلط، الاولفاكتوري هالوسينيشن تشم حاجات مش موجوده اساسا، والانوزميا ان حاسه الشم تروح، ودي غالبا بتبقى بايلاتر. ده في الهيستوري، ده غير الانست كورس والديوريشن والتريتمنت والانفستيجيشن. اسال ازاي؟ احنا قلنا بنسال اوبن كويشن، حاسه الشم كويسه ولا في مشاكل في حاسه الشم كده. قال لك لا وضح له، هل بتشم الحاجه غلط؟ هل بتشم حاجات مش موجوده؟ هل حاسه الشم راحت عن زمان؟ ده بالنسبه للهيستوري والاكزاميشن بتوع الاولفاكتوري. نرجع على السبوره تاني بقى عشان نشرح الاوبتيك. طيب الاوبتيك نيرف اللي هو العصب البصري اوبتيك نيرف اوبتيك نيرف. شوف الاناتومي الاول، ادي الميد لاين، احنا باصين من تحت، باصين يعني واحد باصص لفوق اهو
وانت باصص على البريك من تحت. ففي قاع البرين عندي هنا ادي عين وادي عين وادي بيوبل وادي بيوبل وادي النوز اهي، وادي فتحتين بتوع المناخير اهو. انا باصص من تحت كانك باصص، واحد باصص لفوق وانت باصص لوش. طالع من كل عين اوبتيك نيرف، اوبتيك نيرف بهذا الشكل. الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف على الجنبين يتحدوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها الاوبتيك كلازما، ويرجعوا يتفرعوا تاني في حاجه اسمها الاوبتيك تراكت. والاوبتيك تراكت ده ينتهي في حاجه اسمها اللاترال جينيكيليت بادي، لاترال جينيكيليت بادي. وبعدين ورا هنا في الكورتكس اوكسيبيتال لوب اللي هو اريا 17 اللي فيها الخلايا اللي بنشوف بيها. احنا مش بنشوف بالريتنا ولا بالاوبتيك نيرف ولا بالاوبتيك تراكت ولا بالاوبتيك كيازما ولا باللاترال جينيكيليت بادي. ده دي الكهرباء ماشي تبقى ستيميوليتد بالصوره اللي داخل الجوعين، لكن الصوره تبتدي انت توعاها وتفهم صوره ايه دي لما الصوره توصل تستيميوليت مين؟ الكورتكس. الكورتكس ده شيء عظيم جدا، هو اللي بيعمل كل حاجه. طيب تعالى نشوف ادي الريتنا اهي، تعالى نشوف الريتنا ليها نيزل بارت ناحيه النوز وليها تمبرال بارت لاترال. دي الريتنا كويس. هبتدي بشرح النيزل ريتنا. نيزل ريتنا طالع منها فايبرز ماشيه في الاوبتيك نيرف بتاع السيم سايد، يكروس الاوبتيك كيازما عشان يوصل للاوبتيك تراك بتاع الاوبتيك سايد وينتهي في اللاترال جينيكيليت بادي. يبقى اذا النيزل فايبرز بتديك السيت لحد ما توصل لللاترال جينيكيليت بادي. السؤال، الفايبرز دي، الفايبرز اللي احنا رسمينها دي بتاعت ايه؟ بتاعت النيزل فايبرز اللي بتشوف النيزل ريتنا. طيب تعالوا نبص على التمبورال ريتنا. تمبورال ريتنا الفايبرز ماشيه في الاوبتيك نيرف ثم في الاوبتيك تراكت بتوع السيم سايد. الاوبتيك نيرف والاوبتيك تراكت بتوع السيم سايد زي ما انتم شايفين. اللي انا رسمه ده الفيرست ولا السكند ولا الثيرد اوردر نيورون؟ ده السكند اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون جوه الريتنا عامل زي الشبكه اللي يسموها الشبكيه. طيب اللاترال جينيكليت بادي خليته هي خليه الثيرد اوردر نيورون، هي خليه الثيرد اوردر نيورون. الفايبر بتاعه اسمه الاوبتيك راديشن. الفايبر بتاعه اسمه الاوبتيك ايه؟ راديشن. اللي هو ماشي في الانترنال كبسول، اني جزء من الانترنال كبسول الموست بوستيريور بارت اوف ذا بوستيريور ليب والكورونا رادياتا، وينتهي بالخليه اللي موجوده في الكورتكس في اريا 17 اللي احنا بنشوف بيها. خلي بالك ان في جزء من الريتنا اسمه الماكيولا اللي هو الرؤيه فيه بتبقى مور فوكس او الموست فوكس. الفايبرز بتاعتها ريبريزنتد في الكورتكس في جزء، هذا الجزء له دبل بلاد سبلاي،
كحماية مزدوجة بحيث لو الأرتري اتقفل التاني يشتغل. ده بالنسبة لقطة نيرف. في حاجة مهمة، النيرف ده وهو بص على حاجة شايفها بوضوح، لكن شايف اللي حواليها برضه واقع في الفيلد بس بوضوح أقل. كل ما تطلع بريفرال كل ما التفاصيل تقل، وكل ما تخش في السنتر بتاع الحاجة اللي أنت مركز عليها وباصص لها كل ما الصورة كانت أوضح. إذا حدود الفيلد من إلى، فأنت الفيلد بتاعك أهو من هنا لغاية هنا أهو، ده الفيلد بتاعك. الجزء اللي في النص اسمه النيزل بارت اوف ذا فيلد او النيزل فيلد، والجزء اللي في الاطراف اسمه التمبرال فيلد. عايزين نعرف ان النيزل فيلد بيتشاف بالتمبرال ريتينا، والتمبرال فيلد بيتشاف بالنيزل ريتينا لان الضوء لا ينكسر. هذا الكلام يصدق ايضا طوليا، الريتينا اهي، الارض تتشاف بسقف الريتينا والسقف يتشاف بارضيه الريتينا. ده كلام مهم. طيب طبعا عندنا هنا الاي لينز، والمتحكم في الاي لينز السيلياري ماسلز الفوكسنج بتاعها، وعندي اكسترا اوكيولار ماسلز اللي من ضمنها الميديال ريكتس. الميديال ريكتس تحت طبعا الاوبتيك نيرف والاوبتيك كيازم والاوبتيك تراك موجودين لازقين في البرين من تحت في السريبرم، يعني من تحت. تحت السريبرم في مين؟ يعني ليفل تحت شويه في مين؟ اول حاجه الميد برين اهو، ثم البونس، ثم الميدالا. فانا قاطع هنا في الميد برين اهو. الميد برين ده اللي فيه النيوكلياي بتاعت الثيرد نيرف. الثيرد نيرف اللي هو مين؟ اللي هو الاوكيلوموتر. الثيرد نيرف ده اللي هو الاوكيلوموتر. له نيوكليوس وظيفتها باراسمباثيتك. اسمها الايدنجر فيستيبال. والنيوكليوس ثانيه باراسمباثيتك اسمها البيرليا، ومجموعة نيوكلياي تانية موتور نيوكلياي، وفي نيوكلياس هنا اسمها البريتكتال نيوكلياس. نمسك واحدة واحدة. الإيدنجر فيستيبال دي بتدي كونستريكتور بيوبيلي ماسل، بتدي كونستريكتور بيوبيلي ماسل، وده باراسمباثيتك فانكشن. الكونستريكشن اوف ذا بيوبل باراسمباثيتك. ليه؟ لان الباراسمباثيتك ده بينشط لما بتنام وبتهدى وبترتاح. انت لما بتنام بتعمل ايه؟ بتقفل الباب وتقفل الشباك وتقفل النور وتقفل الاي وتقفل الابر اي ليت وتقفل البيوبل، انك مش عايز ضوء فبتقفل ده كله. لما بتصحى والسمباثيتك يشتغل بتفتح الباب، تفتح الشباك، تفتح النور، تفتح الابر اي ليد، تفتح البيوبل عشان عايز ضوء يخش لها. فال كونستريكشن اوف ذا بيوبل باراسمباثيتك والدايلاتيشن اوف ذا بيوبل سمباثيتك. الحاجه الثانيه البيرليا دي برضه باراسمباثيتك، دي رايحه تدي مين؟ رايحه تدي السيلياري ماسل المسؤول عن الفوكسنج اوف ذا اي لينز. طيب التالتة مين؟ موتور نيوكلياي، واحدة منهم رايحة عشان تدي الميديال ريكتس اللي بتعمل كونفرجنس في الاي، والبريتكتال نيوكلياس دي بتروح تدي بوث ايدنجر فيستيبالز، يعني حاجة داخلية كده منها فيها. ده الاناتومي بتاع الاوبتيك نيرف ومعاه جزء من الاناتومي بتاع الثيرد نيرف. طب انت بتشرح لنا الثيرد نيرف ليه؟ لان اللايت ريفلكس والاكوموديشن ريفلكس افرنت اوبتيك افرنت اوكيلوموتر. ازاي الكلام ده؟ لا
لو جيت انا حطيت شيلد هنا حائل واسقطت الضوء على عين واحده، الامبلس تمشي في الاوبتيك نيرف، اوبتيك كيازما، اوبتيك تراكت، لاترال جينيكليت بادي، اوبتيك راديشن كورتكس عشان نشوف هذا الضوء، مظبوط. ولكن الامبلس اللي طلع نتيجه الاستيميليشن اوف ذا ريتينا باللايت ليها مسار تاني. قبل ما توصل لللاترال جينيكليت باديز، بعض الفايبرز بتلف وترجع تدي البريتكتال نيوكليس اللي بدورها بتدي البوث فينجر باستفاده، فيحصل بايلاترال كونستريكشن اوف ذا بيوبل رغم ان الضوء سقط على ناحيه واحده. ده يسموه اللايت ريفلكس. جميل. طيب امال ايه هو الاكوموديشن ريفلكس؟ طبعا الاكس لاترال كونستريكشن اسمه دايركت، والكونترالاترال اسمه كونسنشوال لايت ريفلكس. طب ايه الاكوموديشن ريفلكس؟ ان انا باصص للالم ده، لو انا جيت قربت الالم كده لحد 10 سنتي، عينيا ريفلكسلي هتعمل كونفرجنس عشان اعمل فوكسنج على المكان الجديد للالم، كونتراكشن اوف ذا سيلياري ماسل عشان تعمل فوكسنج للمكان الجديد للالم، ويحصل كونستريكشن اوف بوث بيوبلز عشان اقفل الفيلد لان باصص على حاجه قريبه. حلو جدا. طيب ده بيتم ازاي؟ الالم اهو وانا قربت كده، فالصوره تخش في العينتين، في الاوبتيك نيرفز، كيازما، تراكتس، اوبتيك راديشن، وتوصل لاريا 17. ومن اريا 17 بعض الخلايا تقوم رجع اي فريند يدي البوث ايفنجر فيستيفالز والبوث بيرلياز والبوث موتور نيوكلياي بتوع الميديال ريكتس. فالنتيجه ان يحصل لك بايلاترال كونستريكشن اوف ذا بيوبل، بايلاترال فوكسنج عن طريق سيريالي ماسل كونتراكشن، وكونفرجنس. وكونفرجنس ده اسمه ايه؟ ده اسمه اكوموديشن ريفلكس. ده يبقى اذا اللايت ريفلكس رايح اوبتيك راجع بوث كيلو موتورز، والاكوموديشن ريفلكس برضو رايح اوبتيك راجع بوث كيلو موتورز. طلبه ساعات عارفه، طلبه عارفه ان في تو ريفلكسز الافرنت 2 والايفرنت 3، لكن ساعات يتلخبطوا مين فيهم اللي بتوصل للكورتكس ومين فيهم اللي بتلف من قبل ما توصل للكورتكس. طبعا الاكوموديشن ريفلكس هو اللي بيوصل للكورتكس عشان اشوف، مش كده ولا لا؟ ما هو مش معقول هاكوموديت اوبجكت ما انا شايفه، فالاكوموديشن ريفلكس هو اللي بيوصل للكورتكس. اما اللايت ريفلكس مش محتاج اشوف الضوء عشان الريفلكس يشتغل. ليه؟ لان الهدف من اللايت ريفلكس حمايه الريتينا من الضوء المبهر. لو بصيت في الشمس الضوء الجامد ده ممكن يخش يحرق لك الريتنا، ولذلك ربنا بيعمل لك ريفلكس باز كونستريكشن عشان يقلل الضوء المبهر ده يحافظ على الريتنا. واللي محتاج لللايت ريفلكس ده هو اللي مش شايف الضوء، يعني واحد عنده تيومر ضغط على الاوبتيك على اريا 17، فهو كده مش شايف الضوء، فهيبص للشمس ويفضل مكنح لها لانه مش شايف حاجه، فممكن الريتنا تتحرق. انما اللي شايف الضوء على الاقل عنده بديل، هيخبي وشه يودي وشه الناحيه الثانيه من الضوء. انما اللي مش شايف هيفضل بص للشمس، عشان كده مش لازم اشوف الضوء علشان احمي الريتنا، بالعكس ده اللي مش شايف الضوء محتاج للريفلكس اكتر. هتقول لي يا دكتور طب طالما هو مش شايف ما تتحرق الريتنا ولا الغرف ده، هي هنستفيد منها ايه؟ قال لك لا، عشان لما تشيل التيومر وتريليز البريشر من على اريا 17 ترجع تلاقي الريتنا سليم. خلاص؟ فاللايت ريفلكس هو اللي بيلف من هنا، مش لازم تشوف الضوء ابدا علشان الريفلكس يشتغل. هو الريتنا بتتحمي سواء انت شايف الضوء او مش شايف، مجرد ما سقط الريتنا تحمي نفسها بالريفلكس من غير ما توصل للكورتكس وتشوف الضوء. فاللايت ريفلكس هو اللي بيلف من هنا، والاكوموديشن ريفلكس هو اللي بيكمل للاخر. ده الاناتومي.
طيب تعالى بقى نشوف الليجن. الليجن يا اما يكون نمره واحد في الاوبتيك نيرف، نمره اتنين في الاوبتيك كازما، نمره تلاته في الاوبتيك تراكت، نمره اربعه في الاوبتيك راديشن، نمره خمسه في الكورتكس. طب يا ترى الفرق ما بين كل ليجن ودول ايه؟ العندي اهي والعندي اهي، ادي الليجن نمره واحد، ادي الليجن نمره اتنين، ادي الليجن نمره تلاته، ادي الليجن نمره اربعه، ادي الليجن نمره خمسه. لو انا ضربت الاوبتيك نيرف يبقى العين دي هيحصل لها ديمينيوشن اوف فيجن. هتقول لي يعني مش بلايندنس؟ بنقول بلايندنس مجازا، بس هو ديمينيوشن اوف فيجن، اصل الليجن ده مش مقصه، قصته النيرف التهاب ديجنريشن بتاع. طيب نمره واحد ابسي لاترال ديمينيوشن اوف فيجن، في نفس الوقت ضربت الافرت بتاع اللايت ريفلكس يبقى ابسي لاترال لوس of light reflex. طيب لو ضربنا الاوبتيك كيازما طيرت الاثنين النيزل، فبشوفش الاثنين التمبرال، يبقى التمبرال طار على الناحيتين. ده عمى ولا نصف عمى؟ نصف عمى، يبقى هيمي انوبيا، كل عين فيها نصف عمى. نصف العمى ده موجود فين؟ باي تمبرال، باي تمبرال هيمي انوبيا. بس خلي بالك مفيش ليجن بيقص بالمقص الكيازما نصين، ده هو يا اما ليجن ضاغط من فوق يتسمى سوبرا سيلر اللي هي سيلا ترسيكا، يا اما جاي من البيتيوتري من جوه السيلا ترسيكا بتسمى انترا سيلر، وضارب من تحت. اللي ضارب من فوق اسمه سوبرا سيلر، واللي ضارب من تحت اسمه انتراسيلر. لو ضارب من فوق مش هشوف تحت، لو ضارب من تحت مش هشوف فوق. عشان كده عمر ما البايتمبرال هيمي انوبيا بتيجي كامله كده، لا دي يا اما تبقى ابر كوادرانتك بايتمبرال هيمي انوبيا، يا اما لور كوادرانتك بايتمبرال هيمو انوبيا. لو ابر كوادرانتك يبقى انتراسيلر ليجن، لو لور كوادرانتك يبقى سوبرا سيلر ليجن. ده بالنسبه للهيمي انوفيا. النقطه الثانيه هنا اللايت ريفلكس هيبقى بريزيرفد ولا لوست؟ لو انا ضارب الكيازما، لو الضوء ساقط على النيزل فايبر هيبقى لوست، لو ساقط على التمبرال فايبرز هيبقى بريزيرفد. ولذلك انا بجيب الطرش من اللاترال للميديا علشان اسقطه على النيزل وبعدين على التمبرال. فطول ما هو على النيزل الريفلكس مش شغال، اول ما يسقط على التمبرال يشتغل، واجي على الناحيه الثانيه طول ما هو ساقط على النيزل مش شغال، اول ما يسقط على التمبرال يشتغل. فسميه لوست ولا سميه بريزيرفد؟ اسميه هيمي انوبيك، هيمي انوبيك لايت ريفلكس او هيمي انوبيك بيوبيلاري رياكشن. الكلام ده لو انا ضارب الكيازم. طب لو انا ضارب الاوبتيك تراكت، ضارب الاوبتيك تراكت يعني ضارب التمبرال بتاع السيم سايد، فما اشوفش النيزل بتاع السيم سايد، وضارب النيزل بتاع الاوبزيت سايد فما اشوفش التمبرال بتاع الاوبزيت سايد. عمى كامل ولا نصف عمى؟ نصف عمى، يبقى هيمي انوبيا او يسموها هيمي انوبسيا. بس هل المره دي باي تمبرال ولا الاثنين على نفس الناحيه؟ الاثنين على نفس الناحيه، نفس يعني هومو، فيتسمى هومونوماس هيمي انوبيا، هومونوماس هيمي انوبيا. طيب هنا نجمه وهنا دايره، خلاص الاوبتيك تراكت اللي انضرب ناحيه النجمه ولا ناحيه الدايره؟ ناحيه النجمه.
والعمل ناحيه النجمه ولا ناحيه الدايره؟ ناحيه الدايره. يبقى زود عليها كلمه كونترا لاترال. كونترا لاترال هومونوماس هيمي انوبيا which may be upper quadrantic او lower quadrantic. لو الليجن جاي من فوق تبقى lower quadrantic، لو الليجن جاي من تحت تبقى upper quadrantic كونترا لاترال هومونوماس هيمي انوبيا. طب واللايت ريفلكس يبقى بريزيرفت ولا لوست؟ هيمي انوبيك. لما اسقط على الفايبر السليمه يشتغل، لما اسقط على الفايبر المضروبه ما يشتغلش. يبقى هيمي انوبيك بيبلري اكشن او لايت ريفلكس. قلنا ده يبرر لي ليه بجيب الضوء من اللاترال والفه كده على الميديال، من اللاترال والفه كده على الميديال. في سبب تاني، ان انا اشوف البيوبل قبل وبعد القاء الضوء، عشان كده مش بقوم حاطط التورش منوره في العين على طول. طيب تعالى بقى على الاوبتيك راديشن. مش الاوبتيك راديشن دي كونتينيويشن للاوبتيك تراكت؟ خلاص يبقى هي بالظبط النتيجه بتاعت الليجن بتاعها زي الاوبتيك تراكت. از اوبتيك تراكت كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا which may be upper quadrantic او lower quadrantic على حسب الليجن جاي من فوق ولا من تحت. لكن الفرق المره دي ان انا نفذت اللايت ريفلكس، اللايت ريفلكس رجع خلاص، فهنا اللايت ريفلكس يبقى بريزيرفد. بريزيرفد لايت ريفلكس. طب لو انا كملت وضربت في الكورتكس، مش الكورتكس كونتينيويشن الاوبتيك راديشن، يبقى هيدي نفس المنظر اهو. نفس الكلام كونترا لاترال هومونوماس هيمي انوبيا which may be upper quadrantic او lower quadrantic. اثنين بريزيرفد لايت ريفلكس، بس الفرق ان عندي ماكيولار سبير. الماكيولا بتشوف طبيعي. از اوبتيك راديشن بط في ماكيولار سبير، لان الماكيولا يبقى ليها دبل لانس اكبر. يبقى اذا ده، يبقى انا لما باجي افحص هفحص الاكيوتي اوف فيجن، هفحص الفيلد اوف فيجن، هفحص اللايت ريفلكس وبالمره الاكوموديشن ريفلكس، ومن نتيجه الفحص اقدر اعرف انا ضارب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. مظبوط. فتعالوا بقى نشوف ازاي نفحص الاوبتيك وازاي ناخد هيستوري منه. فحص الاوبتيك نيرف عندي اربع حاجات: acuity of vision, field of vision, color vision of thalmoscope او fundus. مفروض الحقيقة ان احنا نتعلم الفاندل اكزامينيشن، بس محتاج ان يكون معاك اوفثالموسكوب، واظن ما بيتسألش في الاندر جراد. الكالر فيجن محتاج كروت معينة، اشارة تقول له الرقم كامل اللي انت بتقراه. ويهمني الكالر فيجن عشان الكالر بلايندنس بيحصل مع الدي اس. تعرفين الريتينا رودز تشوف ضوء وظل، وكونز بتشوف الالوان. فاي ليجن هيجي هيطير ده وده، لكن ايه الليجن اللي ينشن على الكونز لوحدها ويسيب الرودز بحيث ان انا اشوف بس بدون الوان؟ الدي اس. عشان كده في النيورو الكالر بلايندنس من علامات الدي اس. انما الحاجتين بقى اللي بنفحصهم فعلا في الامتحان اللي هم الاكيوتي اوف فيجن والفيلد اوف فيجن. الاكيوتي اوف فيجن محتاج السنيلنز تشارت اللي هي بتقول له الفتحه فين، ودي لازم تتحط على بعد 6 متر. طيب انا عيادتي يا دكتور الاوضه مفيش اوضه فيها 6 متر. خلاص حط السنيلنز تشارت فوق راس العيان وحط قدامه مرايه على بعد 3 متر. ده طريقه سنيلنز تشارت. طب يا دكتور مش متوفر ده في الامتحان. قال لك في اوروبا في
سنيلنز تشارت لما صغيره، لما تتحط على بعد متر كانك حاطط الكبيره على بعد 6 متر. طب دي مش متوفره، نعمل ايه؟ نعمل بيد سايد تيستنج، بيد سايد تيستنج للاكيوتي اوف فيجن، اللي هو الفينجر كاونتنج والهاند موفمنت والبرسبشن اوف لايت. اول حاجه الفينجر كاونتنج، تيجي على بعد 6 متر كده او يعني المهم ابعد من متر، وتقول له كام دول كام دول كام دول، الارقام المستخدمه 2 و3 و5. قال لك واحد سهله زياده عن اللزوم، واربعه ممكن تلخبط مع الخمسه او مع الثلاثه. على اي حال لو حطيت واحد يا ريت تقول له كام دول، ما تقولوش كام ده، ولو حطيت اي رقم تاني يا ريت ما تحطش صوابعك كده، تحطها كده كده كده. طيب افرض ما شافش قرب 10 سم كام دول، ما شافش قرب 10 سم كام دول كام دول كام دول، لحد 30 سم، وما تقربش اكتر من 30 سم لان بعد كده النظر بيضعف. امال اعمل ايه عند 30 سم؟ تحرك ايدك تشوف له، تقول له في حركه قدام عينك ولا لا، دي اسمها الهاند موفمنت. ما شافش تقوم جايب الطرش وتقول له في نور بينور ويطفي ولا لا، اللي هو البرسبشن اوف لايت. الكلام ده يتعمل لعين عين، يغمي العين دي كده من تحت النضاره لو لابس نضاره، مش كده كده الصباعين كده، ومش كده كده، وتبتدي تعمل له البيت سايد تيستنج للاكيوتي اوف فيجن. نيجي على الحاجه الثانيه اللي هي الفيلد اوف فيجن. الفيلد اوف فيجن، الفيلد اوف فيجن المفروض فيه البريمتري للبريفرال فيلد والجيرم سكرين للسنترال فيلد، مش متوفرين طبعا في الامتحان، ف بنعمل حاجه اسمها الكونفرونتيشن تيست، انك تقارن فيلده بفيلدك. تقعد ما بين وشك ووش العيان 60 سنتيمتر، عينيك على نفس مستوى عينيه لانك بتقارن فيلده بفيلدك، هو يغمي عين وانت تغمي العين اللي قصادها بايدك كده، ويفضل يكون قالع النضاره، المفروض يكون قالع النضاره بس يكون بيشوف، وتقول له اهم شيء خليك باصص على عيني طول الوقت، ما تحركهاش بره ولا جوه، ثبت على عيني، وتجيب صباعينك في نص المسافه بينك وبينه لكن في الاكستريم بتاع الفيلد، وتحركها بصوابعك ببطء، خش جوه الفيلد تقول له لما تشوف صوابعي بتتحرك قول، شفناها مع بعض، واجي من تحت لما تشوف صباعي بيتحرك قول، واجي من اللاتر لما تشوف صباعي بيتحرك قول. الميديال ما تعملش كده، ابدل الايد واجي بالايد الثانيه لما تشوف صباعي بيتحرك قول، شفتهم مع بعض يبقى الفيلد بتاعه منطبق على الفيلد، لو انت سبقته يبقى عنده فيلد ديفكت في الناحيه اللي انت سبقته فيها. الاصح انك مش تيجي من فوق تحت بره جوه، انك تيجي من الاربع تركان، لما تشوف صباعي بيتحرك قول، لما تشوف صباعي بيتحرك قول، وبدل الايد لما تشوف قول، لما تشوف قول. ليه؟ لان الهيمي انوبيا غالبا كوادرانتك. كونفرونتيشن تيست ده الفيلد اوف فيجن. بعد كده اللايت ريفلكس، تحط ايدك كده ما بين على مناخير العيان كده، تقفل اي مصدر للضوء، وتجيب الترش من هنا ببطء، وتشوف هيحصل كونستريكشن اوف ذا بيوبل في عين واحده ولا في عينتين، لما اسقط على النيزل ولا لما اسقط على التمبرال، واطلع النتيجه عشان اقدر اطبق الجدول. ده اللايت ريفلكس. اكوموليشن ريفلكس، تحط صباعك من بعيد وتقرب بسرعه لحد 10 سم. ليه بسرعه؟ لان انا بتست ريفلكس موفمنت مش فولانتري موفمنت، لو قربت ببطء ممكن يعمل كونفرجنس اراديه، فتقرب ايه بسرعه لحد 10 سم، محدش يقدر ياكوموديت اقرب من 10 سم، فيحصل كونفرجنس وكونستريكشن اوف بوث بيوبلز. ده بالنسبه للاكزامينيشن. بالنسبه للهيستوري، في بنساله هل بتشوف كويس ولا في مشاكل في الرؤيه؟ ايه المشاكل اللي ممكن نشوفها في الرؤية؟ اول حاجة
في symptoms of irritation وفي symptoms of destruction. هبتدي بالsymptoms of destruction. ان يقول لك لا نظري بدأ يضعف. طب ما دي حاجة ليها اسباب كتير جدا بتوع الرمض عارفينها. انما بالنسبة لنا احنا في النيورو مهم نعرف البايلاترال diminution of vision ممكن يحصل مع الإثامبيوتول اللي هو anti tuberculous drug لانه بيعمل optic neuritis. الحاجة اللي بتعمل unilateral blindness في النيورو لسه قايلين الفوستر كينيدي سيندروم. وكمان لو في ثرومبس قفلت الريتينال ارتري على جنب واحد او حصل سبازم وفك. طيب ده بالنسبه للاكيوتي اوف فيجن. طيب بالنسبه للفيلد اوف فيجن يقول لك يا دكتور وانا ماشي بخبط في الناس والعواميد وانا ماشي، تساله على جنب واحد ولا على الجنبين؟ لو على الجنبين يبقى باي تمبرال هيمي انوبيا، لو على جنب واحد يبقى هومونومس هيمي انوبيا والليجن بيبقى على الناحيه الثانيه. كويس كده. ده بالنسبه بالنسبه للكالر فيجن تساله اذا كان، يقول لك يا دكتور التلفزيون ما بقتش اشوف التلفزيون الملون بقتش ابيض واسود، اما بشوفش الالوان مظبوطه، ده الكالر بلايندنس. كمان اسال على بقى السيمتومز اوف اريتيشن. لو انا عندي تيومر او ابيليبسي في الاوكسيبيتال لوب العيان ممكن يشوف فلاشز اوف لايت او سكوتوماز او فيجوال هالوسينيشن اللي هي يشوف اشباح انفورمد فيجرز نتيجه تيومر او ابيليبسي في اريا 17. بالاضافه الى لو حصل اسكيميا في الفيرتيبرو بازلر سيستم اللي بيدي اريا 17 بشكل مؤقت هتلاقي فيه برضو فلاشز of light او سكوتوماس نقط سودا، ودي بيبقى عباره عن سبازم كده يحصل ويفك في الفيرتيبرو بازلر سيستم، فيسموها فيرتيبرو بازلر ترانزينت اسكيميك اتاكس تي اي اي. الفيرتيبرو بازلر تي اي اي ممكن تعمل الفلاشز اوف لايت دي وهيبقى معاها حاجات تانية طبعا، انستيدنس لانه بيعمل اسكيميا في السيربيلوم، كرينيال نيرف افكشن اخرى لانه بيعمل اسكيميا في الباراميديان ارتريز اللي بتدي البرين ستيم وهكذا. كمان الناس اللي عندها مايجرين، المايجرين ده عباره عن فازو كونستريكشن فولود باي فازو دايلاتيشن للسيريبرال فيسز. الفازو دايلاتيشن ده هو اللي بيعمل الهيديك، بس يسبقه فازو كونستريكشن يعمل له اسكيميا في السي ان اس في اي مكان من ضمنها اسكيميا في الاوكسيبيتال لوب فيعمل برضه فلاشز اوف لايت او سكوتوماس، فيسموا الحكايه دي برودروما او اورا اوف مايجرين، علامات منذره ان العيان هيجيله مايجرين هيدك. فاذا السيمبتومز اوف اريتيشن اورا اوف مايجرين فيرتيبرو بازلر تي اي اي تيومر او ابيليبسي في الاوكسيبيتال لوب. كويس. السيمبتومز اوف ديستراكشن ضعف في البصر على جنب واحد او على الجنبين، فيلد ديفكت انه يمشي يخبط في الناس والعواميد وهو ماشي. على فكره في نوع تاني من الفيلد ديفكت تيوبولار فيجن انه كانه بص في تلسكوب، ده يحصل في الانكريز انتراكرينيال تنشن، وساعات العكس سنترال سكوتوما نقطه سودا في الفيلد كده ما تبقاش شايف منها، ده يحصل في الدي اس ايضا. خلاص. و دي في بقى السيمتومز اللي هي الزغلله دي تحصل مع الانكريز انتراكرينيال تنشن نتيجه بابيلدين. كويس. طيب نيجي على الاوكيولار نيربس اللي هم 3 و4 و6. بعد كده نخش على الاوكيولار نيربس. والأوكيولار نيربس 3 و4 و6، احنا شرحنا 1 و2، نشرح بقى 3 و4 و6. أوكيولار نيربس 3 هو الأوكيولوموتور، 4 اللي هو التروكليار، 6 اللي هو الأبديوسنت. هتشرحوا دفعة واحدة 3 مع بعض. الأوكيولوموتور والتروكليار اللي هم 3 و4 موجودين في الميد برين مصداقا لقول الشاعر
2 2 4 4 1 و2 سريبرال، 3 و4 ميد برين. بينما 6 موجود في البولس، لان احنا قلنا 5 و6 و7 و8 في البولس، 5 و6 و7 و8 في البولس، وادي المضله تحت. طيب الكل موتور النيوكلياي بتاعته في باراسمباثيك نيوكلياي وفي موتور نيوكلياي. الباراسمباثيك نيوكلياي 2 ايدنجر فيستيفال وبيرليا، ايدنجر فيستيفال وبيرليا، او نخليها بيرليا الاول والايدنجر فيستيفال اهو، بيرليا بيرليز نيوكليس والايدنجر فيستيفال نيوكليس، الاثنين دول باراسمباثيك. والموتور نيوكلياي اللي هي بالاشتراك مع الموتور نيوكليس بتاعت التروكليا والموتور نيوكليس بتاعت الابيوسن بيحركوا عضلات العين، المحركين لعضلات العين. فتعال نبتدي بالثيرد نيرف. اول حاجه الباراسمباثيك نيوكلياي واحد اللي هي البيرليز. البيرليز بتدي السيلياري ماسل المسؤوله عن الفوكسنج اوف ذا اي لينز، وطبعا دي بتشتغل كجزء من الاكوموديشن ريفلكس. الايدنجر فيستيفال دي اللي بتدي الكونستريكتور بيوبيلي، في حين ان الدايليتور بيوبيلي بتاخد من السمباثيك تشين. يبقى الدايليتور بيوبيلي بتاخد من السمباثيك، والكونستريكتور بيوبيلي بتاخد من الايدنجر فيستيفال اللي هي الباراسمباثيك نيوكليس بتاع الكيلوموتر. ده طبيعي؟ ايوه، لان قلنا الايدنجر فيستيفال دي باراسمباثيك تدي الكونستريكتور بيوبيلي. ليه؟ لان الباراسمباثيك ده وانت هادي وانت نايم لما بتنام بتعمل ايه؟ مش عايز نور، فبتقفل النور وبتقفل الباب وبتقفل الشباك وبتقفل الابر اي ليد وبتقفل البيوبيل عن طريق الكونستريكتور بيوبيلي مصر. بينما السمباثيك ده لما تصحى محتاج نور، فتفتح الباب وتفتح الشباك وتفتح الابر اي ليد وتفتح النور وتفتح البيوبيل. ولذلك السمباثيك بيعمل دايلاتيشن للبيوبيل. عشان كده لو ضربنا الثيرد نيرف هيحصل لك ميدريز، في حين لو ضربنا السمباثيك بالهورنر سيندروم هيحصل مايوزس. تذكر ذلك. هاجي بقى على الموتور نيوكلياي بتوع الاوكيلو موتور. لازلنا في ثلاثه، الاوكيلو موتور اللي موجود في الميد برين. هي مجموعه نيوكلياي، اول نيوكلياس فيهم بتدي عضله اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريورس، الرافعه للجفن العلوي. دي مسؤولة عن الرفع الجفن العلوي فولانتري، إراديا تفتح الجفن العلوي إراديا. طيب بتفتح الجفن العلوي بنسبة كام في المية؟ 70%. طب ليه مش 100% يا دكتور؟ لأن أنت لو بتفتح الأبر أيليد إراديا 100% إراديا 100% ده معناه ان كل ما تسرح عينك تقفل، فلازم جزء اوتونوميك هو اللي يفضل مشعلك الابر اي ليد طول الوقت حتى لما تسرح. نتوقع ال 30% دول الاوتونوميك يكونوا سمباثيك ولا باراسمباثيك؟ سمباثيك طبعا، لانك عايز تفتح عينك وانت صاحي. مظبوط. يبقى السمباثيك بيرفع الجفن لا اراديا بنسبه 30% عن طريق عضله اسمها
مولرز ماسل، دي مسؤولة عن 30% من رفع الجسم. ولذلك لو انت قاعد تتفرج على التلفزيون الساعة 2 الصبح كويس، فانت فاتح عينك اراديا 70% ومتشعلقة بالسمبثات 30%. طب جه غلبك النعاس وانت بتتفرج على الفيلم، فالسمبثاتك نام، فال 30% اللا اراديه ما اشتغلتش، قامت عينك قافله. طب وال 70% ما شغلوهاش ليه؟ لانهم اراديين، لازم اقعد مركز مع عيني عشان افضل فاتحها. طب انا هركز مع عيني ولا هتفرج على الفيلم؟ مجرد ما صرحت مع الفيلم الاراده بتاعت رفع العين راحت، قال 70%. مجرد ما غلبك انه عايز السمباثيك وبالتالي المولرز ماسل راح، ادي ال 30% قمت مغمض عينك وراحت عليك نومه وانت بتتفرج على الفيلم. الحل ايه؟ انك تفضل مركز مع عينيك، تفضل فاتحها ومبرق كده وانت بتبص على الفيلم، ومع ذلك هتتفتح 70% بس، مش هتقدر تفتحها على الاخر. طب في حل غير ده؟ اطلع طص وشك بشويه ميه ساقعه، شغل السمباثيك، رجع لي المولرز ماسل تاني. ده مسألة منطقية في الفسيولوجي. ولذلك لو ضربت الثيرد نيرف هيحصل توزس، لأنك فقدت الرافعة بتاعت الجفن العلوي، ولو ضربت السمباثيك برضه هيحصل توزس لأنك فقدت ال 30%. بس الفرق ايه؟ ان التوزس بتاع الثيرد نيرف انجري لو قلت له ارفع عينك اراديا ما يقدرش، لان الليفيتور بالبيبر سوبريورس الفولانتري مضروبه، فيسموا ده كومبليت توزس، يعني ما يقدرش يفتح عينه اراديا. انما التوزس بتاع السيمباثيك ليجن اللي هو الهورنر سندروم، يعني لو قلت له افتح عينك اراديا يقدر عن طريق الليفيتور بالبيبر سوبريورس لانها سليمه، انا ضارب دي المره دي، فده يتسمى بارشيال توزس. فازاي افرق بين كومبليت توزس وبارشيال توزس؟ اقول للعيان افتح عينك اراديا، قدر يبقى ده بارشيال توزس هورنر سندروم، ما قدرش يبقى ده كومبليت توزس سيرب نيرف انجري. هتقول لي طب ايه رايك بقى يا دكتور انه يقدر يفتحها في الحالتين؟ هقول لك ازاي. هتقول لي عن طريق الفرونتاليس يرفع وجهه، هقول لك عشان كده وانت بتعمل التست ده يو هاف تو ابوليش الاكشن اوف فرونتاليس، تقول له افتح عينك. خلاص؟ يبقى تفرق ازاي ما بين التوزس بتاع الثيرد نيرف انجري وما بين بتاع الهورنر سندروم؟ بتاع النيرف الثيرد نيرف انجري معاه ميدريزس، بتاع الهورنر سندروم معاه مايوزس. بتاع الثيرد نيرف انجري كومبليت يعني ما يقدرش يفتح عينه اراديا لان الاراديه اتضربت. التوز بتاع الهورنر سندروم بارشال يعني يقدر يفتح عينه اراديا لان الاراديه شغاله. في فرق تاني؟ ان الثيرد نيرف انجري بيعمل دايفرجنت سكويت، بينما الهورنر سندروم بيبقى معاه انوستالموس وانهايدروزس. يبقى الهورنر سندروم بارشال توزس مايوزس انهايدروزس انوستالموس، ثيرد نيرف انجري ميدريزس كومبليت توزس اند دايفرجنت سكويت. ليه بيحصل دايفرجنت سكويت؟ هنعرف بعد شويه. فده الفرق ما بين التوز بتاع الهورنر سندروم والتوز بتاع الثيرد نيرف انجري، لان ده سؤال بيتسال. طيب بقيت الموتور نيوكلياي بتاعت الاوكيولو موتور اللي هو الثيرد نيرف مع الموتور نيوكلياس بتاعت التروكليال مع الموتور نيوكلياس بتاعت الابديوسنت اللي موجوده في البونس بيدوا مين؟ مع بعض بيدوا الاكسترا اوكيولار ماسلز المحركه لعضلات العين. ايه اللي هم؟ ميديال ريبتس بتعمل ادكشن للاي، ادي الميد لاين اهو. لاترال ريبتس بتعمل ابدكشن للاي، ادي عضلتين من الست. يتبقى اربع عضلات، اتنين ريكتاي واتنين اوبليكس. كل عضله من الاربعه
ليها مين اكشن وسبسيدري اكشن. الريكتاري المين اكشن بتاعهم زي اسمهم، والسبسيدري اكشن بتاعهم لبره. الاوبليكس المين اكشن بتاعهم عكس اسمهم، والسبسيدري اكشن بتاعهم لجوه. فالريكتاري السوبيريور ريكتس لفوق والبره، والانفيريور ريكتس لتحت والبره. السوبيريور ريكتس لفوق والبره، لفوق لانها سوبيريور يبقى زي اسمها، والبره. الانفيريور ريكتس لتحت لانها انفيريور، والبره. يبقى المين اكشن بتاعهم زي اسمهم، والسبسيدري اكشن بتاعهم لبره. الاوبليكس المين اكشن بتاعهم عكس اسمهم، والسبسيدري اكشن بتاعهم لجوه. فالسوبيريور اوبليك، السوبيريور يبقى لتحت، اوبليك يبقى لجوه. والانفيريور اوبليك، انفيريور يبقى لفوق، اوبليك يبقى لجوه. انفيريور اوبليك. كده انت عرفت كل عضله الاكشن بتاعها ايه. كويس. طيب السبلاي بتاعهم ايه بقى؟ اللاترال ريكتس بتاخد من 3 كيلو متر، والسوبيريور اوبليك بتاخد لاترال ريكتس بتاخد من 6 اللي هو مين؟ اللي هو الابديوس. والسوبيريور اوبليك بتاخد من 4 اللي هو التروكيو. الباقيين كلهم ثلاثات، الباقيين كلهم بياخدوا من 3. الله. طيب عشان كده لما الثيرد نيرف بينضرب الميديال ريكتس ما بتبقاش شغاله، بتبقى مشلوله لانها بتاخد من 3، واللاترال ريكتس بتبقى شغاله لانها بتاخد من 6. عشان كده بيحصل دايفرجنت سكويت. بينما الهورنر سيندروم توس مايوزس هيبقى معاه انهايدروزس وانوفسالوس. ده الفرق بين الثيرد نيرف وبين الهورنر سيندروم. طيب ده ال 3 و4 و6. طبعا 3 هو يمثل الايفنت بتاع اللايت والاكوموديشن ريفلكس ايضا. ازاي نفحص 3 و4 و6 وازاي ناخد هيستوري من 3 و4 و6؟ تعالوا نشوف. عايز تفحص 3 و4 و6، اول حاجه بص بالانسبكشن، دور على توزس. لو لقيت توزس ابولش الاكشن اوف فرونتاليس، قول له افتح عينك. قدر يفتحها يبقى ده هورنر سيندروم، وهتلاقي معاه مايوز انهيدروزس انوفسالوس. ما قدرش يفتحها يبقى ده كومبليت توزس، يعني ثيرد نيرف انجري، وهيبقى معاه ميدريزس. ولو رفعت الجفن كده هتلاقي عنده دايفرجنت سكويت. خلاص. بعد كده نبتدي نفحص الاكسترا اوكيولار ماسلز. وعلشان الحركه تيجي من العين مش من الرقبه، لازم تثبت راس العين، تحط ايدك فوق راسه ويغمي عين، لانك بتفحص كل عين على حده، وتقول بص لبره لاترال ريكتس، بص لجوه ميديال ريكتس، لفوق ولبره سوبيريور ريكتس، لتحت ولبره انفيريور ريكتس، لفوق ولجوه انفير اوبليك، لتحت ولجوه سوبير اوبليك. سؤال، اقول له امشي ورا صباعي وانا ساكت، ولا ادي له اوردر بص لبره بص لجوه بص لفوق بص لتحت؟ لا، الافضل تدي له اوردر. ليه؟ لان لما تقول له امشي ورا صباعي ممكن يمشي ورا صباعك ريفلكسلي، في حين ان انت بتفحص فولانتري موفمنت، فالاوردر افضل. للتسهيل اعمل الاثنين مع بعض،
بص لبره، بص لجوه، فوق والبره، تحت والبره، فوق والجوه، تحت والجوه. وبعدين اقوم عامل العين الثانيه وانا مثبت راسه بره، وبعدين اعمل العينتين مع بعض، اثبت راسه واقول له بص لبره، واثبت اثبت على مسافه 30 سنتي بزاويه 30 درجه، بص الناحيه الثانيه نفس الطريقه. ليه؟ عشان افحص الكونجوجيت اي موفمنت، وعشان افحص النستاجمس. كويس؟ لان في نستاجمس انفكسيشن. انت لما تلاقي نستاجمس لازم تسال نفسك، هو انفكسيشن لما تثبت ان ذا اكستريم اوف ذا جيز ولا سبونتينيوس؟ هل هو مالتي دايركشنال ولا يوني دايركشنال؟ هل هو فيزك يعني رابيد فيز وسلو فيز ولا بندي بس؟ هل هو هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ بنعلق على النستاجموس بهذه الطريقه. تفاصيل النستاجموس خدناها في الرمد وهتاخدها في النيورولوجي نظري. بعد ما بتعمل اكسترا اوكيولار ماسلز تبتدي بقى تعمل لايت ريفلكس والاكوموديشن ريفلكس. فلو اتطلب منك تعمل اوبتيك تعملهم، لو اتطلب منك تعمل الترايجي 3 4 6 تعملهم، لو قال لك اعمل الكرينيال نيرفز وخلاص هتعملهم بعد الترايجيم عشان تكون فحصت. كويس؟ طيب ازاي اسال عن الترايجيمينال؟ هو سؤال عن حاجه واحده اللي هي الاوفثالموبليجيا. طب اسال عن الاوفثالموبليجيا ازاي؟ هل حصل سقوط في الجفن؟ قال لك اه. قول له يمين ولا شمال؟ ولا الاثنين؟ هل بتشوف الحاجه اثنين؟ رؤيه مزدوجه، ديبلوبيا يعني؟ هل حصل حول؟ ولو يعرف يقول لك تفاصيل الحول على بره ولا على جوه، في العينتين ولا في عين واحده؟ ماشي، لكن كل دي اسمها symptoms of ophthalmoplegia. طيب انا سالت الاسئله دي هستفيد ايه؟ طب ما انا هفحص وهشوف. ايه لازمه ان انا اسال؟ قال لك لان الاسئله بتديني معلومات ما تجيش غير بالهيستوري، اللي هي مين؟ onset course duration treatment investigation، بالذات ال onset والكورس والديوريشن. طب وانا عايز ال onset والكورس والديوريشن ليه؟ اولا عضلات العين ممكن تضعف مع الماياسينيا جريفز، والماياسينيا جريفز دي بتيجي وين ذا دي باس، يعني على العصر، على المغرب، على بالليل. طب هو كشف عندك الصبح بالفحص هيطلع نورمال، هتعرفها ازاي غير بال onset والكورس والديوريشن؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو عندي تي اي اي في الفيرتبرو بازلر ترانزينت اسكيميك اتاك في الفيرتبرو بازلر اللي بيدي البرين ستيم اللي فيه النيوكلياي بتاع 3 و4 و6، فيجي له الاتاك فيجي له ديبلوبيا وسكوينت واتوزس. طب راحت الاسكيميك اتاك، ما هي ترانزينت، والعيان جاي يفحص بتوين اتاكس، يبقى تطلعها ازاي بالاكزامينيشن؟ يبقى لازم هيستوري يقول لك انها ساعات بحوال، ساعات بشوف الحاجه اتنين، ساعات بيحصل لي سقوط في الجفن وتروح، والفرتبرو بازلر قلنا بيبقى معاه انستيدنس عشان بيضرب السيربيلم كمان. ثلاثة، المايجرين. المايجرين ده عباره عن فازو كونستريكشن في السيريبرال فيسلز فولد باي فازو دايلاتيشن. الفازو دايلاتيشن ده هو اللي بيعمل الهيدك. طيب ما يسبق الهيدك مرحله الفازو كونستريكشن دي فيها اسكيميا، فالاسكيميا دي لو حصلت في البلاد سبلاي دي 3 و4 و6 هيجي لك ديبلوبيا وسكوينت وتوزس كعلامات منذره اورا او برودروما للمايجرين، فتعرف ان هيجي لك مايجرين، فيسموه ايه ده؟ اوفثالموبليجيك مايجرين. طب هو جالك بتوين الاتاك اوف مايجرين، بتوين الاتاكس، فتيجي تفحصه في نورمال، لكن هو يقول لك قبل ما بيجي لي صداع بيجي لي المايجرين. الحاجات دي كلها بعرفها بالايه؟ بالانس والكورس والديوريشن. ايه كمان؟ اول نيرف بينضرب لما يزيد الانكريز في الانترا كرينيال تنشن هو الابديوسر، لانه لازق في جدار الاوربت فبيتفعص. طب انا بفحص لقيته مضروب، لكن شرف لي انه اول واحد انضرب غير بالهيستوري والانست والكورس والديوريشن. اول ثلاث نيرفات بينضربوا في البيتيوتري تيومر 3 و4 و6، طب انا فحصت لقيتهم مضروبين، لكن شرف لي ان هم اول ثلاثة انضربوا غير بالانست والكورس والديوريشن. عشان كده بسأل عن التوزس، عن السكوينت، عن
الدبلوبيا الرؤيه المزدوجه بيكون بيشوف الحاجه اتنين، واسال عن الانست والكورس والديوريشن بتاعهم. الابديوسنت هو اول واحد بيتضرب في الانكريز انتركرينيال تنشن، 3 و4 و6 هم اول 3 بيتضربوا في البيتيوتري تيومر، المايسينيا جريفز بتيجي على اخر النهار، الترانزيت اسكيميك اتاكس بتيجي في اتاكس وهو ممكن يجي يفحص بتوين اتاكس، الاورا اوف مايجرين اللي هو الاوفثالموجليشيك مايجرين وهو ممكن يجي لك بتوين اتاكس اوف مايجرين. فالحاجات دي ما تعرفهاش غير بالانست والكورس والديوريشن اللي ما لهمش طريقه غير الهيستوري. ادي 3 4 و6. يبقى شرحنا مين؟ الفاكتي 1، اوبتيك 2، كيلو موتور 3، تروكلير 4، ابديوسن 6، يبقى نطينا مين؟ 5، وبعدهم مين؟ 7. فالجايين اللي هنشرحهم الفيديو الجاي هم 5 و7، اللي هم اهم 2 واكبر 2 واصعب 2 واكثر 2 بيتسالوا ومهمين جدا 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 جدا، فنشوفهم في الفيديو الجاي.